دكتور وليد بدر بيسجل كده، تمام. دكتورة إيمان بتسجل، تمام. دكتورة فاطمة مش متاح إن أنا أفتح لك تسجيل، مش عارف ليه. دكتور عبده مش متاح برضه. دكتور وليد بدر، تمام. دكتور آية مش متاح. التسجيل بيبقى عن طريق اللابتوب بس يا جماعة. دكتور ريم محمد أنور مش متاح. دكتور محمود الصنباطي مش متاح برضه. التسجيل بيحتاج جهاز لابتوب عشان نعرف نسجل. دكتورنا عبد الحليم العصبي برحب بحضرتك يا دكتور، هفتح لحضرتك المايك حالا. دكتور عبد الحليم انا بفتح لحضرتك المايك، يا ريت تفتح من عندك بعد اذنك. ايوه، ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ محمد الله يخليك. الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين، كل سنة كل طيبين. سنة وحضرتك طيب، وعيد سعيد عليك وعلى الأسرة كلها. ربنا يبارك فيك يا باشا، ربنا يديك الصحة، كل سنة طيبين جميعا. وحضرتك طيب، بنشكر حضرتك على مشاركة جميلة من حضرتك معانا النهاردة. ربنا يبارك وأعتقد إن فيك، شاء الله ربنا يبارك يعني فيك يا باشا، ده شرف لينا. ربنا يبارك لك يا رب. إحنا بنبقى مبسوطين طبعا، كل أساتذتنا معانا، و موضوع مهم جدا، بيزك اورثوبيديك سيرجري في البيت انيمال، موضوع شيق ومهم لكل الاطباء الفيطريين طبعا. وان شاء الله نتمنى تبقى بدايه سلسله مع حضرتك اورثوبيديك سيرجري ان شاء الله ان الفتره شاء الله الجايه ان شاء الله، ودي تبقى اول يوم نبدا فيه مع حضرتك. برحب بالزملاء كلهم، وحابب بس اقول للزملاء بناكد يا جماعه، انفايت يور فريندز، اعملوا لايك وشير للبيج بتاعتنا في او اي على الفيسبوك، بحيث ان تقدروا تشير معانا دايما المحاضرات وكل ما هو جديد. فتابعونا عليها على طول، اعملوا لايك واعملوا سي فيرست عليها، واعملوا انفايت في كوميونتي كده عليها، في انفايت يور فريندز، انفايت كل الدكاتره البيطريين هم يكونوا معانا عشان نقدر نفيد اكبر قدر ممكن ان شاء الله من زمايلنا. والمحاضره ان شاء الله هتبقى مدتها قد ايه يا دكتور؟ ان شاء الله هتبقى حوالي ساعتين، مش هنزود عن كده عشان الناس ما تزهقش. بس حابب الاسئله تبقى ان بتوين ولا الاسئله تبقى بعد لا، المحاضره؟ هنخلي الاسئله مجمعه في الاخر مجمعه في عشان الاخر بس يعني بعد ساعتين، ولا ساعه ونص ونفتح نص ساعه اسئله؟ لا، ساعه وهناخد بريك على الجزء الاولاني ساعه كده، والناس تسال اللي حابب يستفسر عن حاجه، وبعدين الساعه الثانيه واللي حابب يستفسر عنها. جميل، زميلنا دكتور محمد، اتفضل يا محمد، عايز ارحب بيك يا دكتور. انا بس برحب بالدكتور عبد الحليم. ازي حضرتك دكتور حليم؟ كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك فيك فندم، ربنا يديك الصحه. حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، بجد يعني حضرتك استجبت سريعا جدا جدا. انا بعت لك، ما نقدرش يعني نتاخر عن اي حاجه تفيد الناس يا باشا، والله ما نقدرش نتاخر عن اي حاجه زي كده. ده عشمنا فيك طبعا يا دكتور عبد الحليم، وعهدنا بيك دايما، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. وان شاء الله احنا يعني متشوقين لمحاضرة شيقة جدا بتهم الزملاء كلهم اللي شغالين في البيت انيمالز، ازاي يبدأ في جراحات العظام، وازاي يقدر يشتغل فيها، ايه هي التولز اللي احنا هنحتاجها، ايه هي الادوات، ايه هي الطرق. يعني ان شاء الله باذن الله محاضرة قيمة جدا جدا. وبشكر حضرتك مرة تانية، واحنا يعني هنكون مستمعين بس لحضرتك، وهنسيب لك مساحة. كنت حابب تعمل شير للبرزنتيشن؟ ايوه، اللي ما من اللي انت عايزه، ما فيش مشكلة خالص، العلم متاح للجميع. اعمل بقى شير، انت من عند حضرتك من عندك بقى. خلاص ان شاء الله، حاضر. واللي مش هيوصله المحاضره هبعت له بالياس. تمام بقى، تمام يا دكتور. خلاص نبدا، احنا جاهزين دلوقتي، العدد كويس جدا، ممكن نبدا. حضرتك تعمل لنا شير للسكرين كده للبرزنتيشن. دكتوره، ايوه، هو فصل عندك ولا ايه؟ لا شغال. تمام كده بدا. تمام، ايوه ظهرت اهي.
طبعا زملائنا اللي عايزين يسجلوا احنا فتحنا لكم الريكورد، اي حد تاني عايز يسجل برضو يبعت لنا، بس يكون فاتح من اللابتوب. او يعني احنا معانا زمايلنا الدكتور محمد سعد والدكتور احمد بدير، صراحه جزاهم الله كل خير، بيبعتوا لنا على طول الريكورد، يعني مجهود كبير جدا جدا جدا، فيعني بنشكرهم شكرا جزيلا. انما برضو اي حد حابب يسجل فاتح من اللابتوب يعمل ريد هاند هنفتح له الريكورد. دكتور مصطفى انت اصلا مفتح لك الريكورد؟ تمام. انا لسه فتح له. انا محمد دلوقتي فتحت له. اه طيب ماشي. دكتور رندا برضو تمام. تمام يا دكتور عبد الحليم احنا هنسمع حضرتك. السلام عليكم زملائنا الاعزاء، اهلا وسهلا بحضراتكم في الويبنار بتاع البيزك اورثوبيديك سيرجري، وبدايه عن ازاي نتعامل مع حالات الفراكشر، يعني ايه كسور، ازاي ندخل في المجال ده، لان هو ده جزء رئيسي من الاجزاء اللي بتواجهنا، مش بس في عيادات البيت انيمال، في كل عيادات بمختلف انواعها. اللي شغال في اللارج لازم هيكون عنده فكره عن الكسور وازاي يتعامل معاها. اعتقد ان الجزء ده في منتهى الاهميه، مفيش حد هيشتغل في اي مجال من مجالات الفيلد بتاع الطب البيطري الا ما لازم هيكون نفسه ياخد فكره عن جراحات العظام، ازاي لما تجيلي حاله كسر ازاي اتعامل معاها، خصوصا ان الجزء ده من اهم الاجزاء بالنسبه للحيوانات الاليفه. اللي عنده كلب او قطه فيها كسر، اول حاجه بيعملها ما عندوش فرصه انه يشور حد او يعمل زي الجماعه اللي هم الباراميديكال يجرب فيه حاجه او كده، لا بالعكس، ده هو بيبدا مباشره يشوف مش طبيب بس، احسن طبيب متخصص في جراحات العظام. الجزء ده في منتهى الاهميه، عشان كده احنا حبينا نلقي نظره عن جراحات العظام في الحيوانات الاليفه. الاورثوبيدك بس مش هو الجزء الخاص بيه الفراكشر بتاع اللونج بون، لا في جزء كمان خاص بجراحات المفاصل، ده ممكن نبقى نعمله في الادفانسد سيرجري. احنا الجزء ده تقريبا دي المره ال 12 اللي احنا ندي كورس عن جراحات العظام. طبعا لولا الازمه اللي بتمر بيها العالم كله، الكورس ده كان بيبقى تطبيقي، وطبعا بيبقى احسن بكتير ان انت تشوف الحاجه بعينيك، ان انت تشوف الكسر قدامك، ان انت تشوف التولز المختلفه اللي انت هتستخدمها، ان انت تشوف المانيبيوليشن بتاع الحاله، ازاي تتعامل معاها، ازاي تعمل لها التثبيت الامثل، ازاي تشوف السكسس ريت بتاع الشغل بتاعك. لكن ان شاء الله بعد ما الازمه دي ربنا يعدها على خير نقدر نعمله بالتعاون مع النقابه كجزء تطبيقي مره ثانيه باذن الله. فالجزء ده مش بس هو جراحات عظام او اللونج بون، لا هو خاص بجراحات العظام وجراحات المفاصل. جراحات المفاصل هو الجزء الادفانسد، وده بيبقى اصعب شويه، لكن احنا حبينا المره دي ان احنا نلقي الضوء على جراحه اللونج بون او التعامل مع الكسور في اللونج بون. كلمه فراكشر معناها loss of continuity of hard tissue. طبعا ده يعني ما حدش هيبقى محتاج انه يعمل اكس راي عشان يشخص حاله كسر. مبدئيا كده الاونر بيبقى جاي بكمبلين ومتاكد وعارف ان الحاله بتاعته مكسوره، لكن احنا بنعمل الاكس راي كتول من الدياجنوزيس والثيرابيوتيك. احنا ما بنقدرش نعالج غير من خلال صوره الاشعه، هي اللي هتحدد لي التدخل الامثل بتاع الحاله اللي موجوده عندي، هستخدم انهي نوع من التثبيت، كل ده هعمله من خلال فيلم الاكس راي. طب ايه الاسباب بتاعه الكسور؟ عندي اول حاجه الاكسترنسك كوزس، دي بتكون يا اما نتيجه دايركت تروما، الحيوان اتخبط او حصل له ستامبلنج او وقع من الدور الثاني او الثالث زي ما بنشوف الكومبلين اللي بتجي لنا في العيادات المختلفه. وفي بعض الحاجات زي الماسكولار اكشن، وده بيحصل في الاعمار الصغيره، ان حد يكون عنده حيوان عمره صغير نتيجه الماسكولار اكتيفيتي ممكن يعمل كسر للعظم اللي مش ويل ديفلوبد، اللي لسه ما وصلش للماتوريتي. كمان في باثولوجيكال كوزز زي حالات الاوستوساركوما، وفي نيوتريشنال كوزز. في بعض الفاكتور اللي احنا برضو حابين نلقي الضوء عليها بسرعه كده زي البيندنج فورس، لو رجل الحيوان
التالت خصوصا في الاعمار الصغيره ده ممكن يكون احد اسباب الفراكشر. في كمان التورشنال فورسز، لو الرجل اتلوت من مكانها، العظمه نتيجه الماسكور اكشن جزء من العظمه خد حركه عكس الثانيه فده بيعمل شورت تورشنال فورسز. كمان في جزء الكمبريشن وده دايما خاص بالاماكن بتاعه العمود الفقري، لو حيوان وقع من مكان عالي ونزل على المقعدة فده ممكن يعمل كومبريشن فراكشر او يكسر فقرة ما بين فقرتين. في كمان الشيرينج فورسز، ان العظمة مش بس بتتكسر، ده بتتكسر وبتتحرك من مكانها، وده بنشوفه في حالات الافالجن فراكشر ان العظمة اتكسرت واتحركت من مكانها. طب ايه الحاجات اللي تؤدي الى حدوث حالات الفراكشر؟ في بعض الحاجات الخاصة بالأعمار، دايما العمر الكبير والأعمار الصغيرة هي الأكثر عرضة لحدوث الفراكشر. في بعض النيوتريشنال ديستربنس، لو الحيوان عنده ديفيشنسي في الكالسيوم أو الفوسفرس أو الفيتامين دي، ده بيؤدي إلى أنه يكون معرض أكثر لحدوث حالات الفراكشر. لو أنا بديله كمية كبيرة من الفيتامين A برضو ده ممكن يكون أحد أسباب حدوث حالات الفراكشر. كمان في حاجة اسمها الهول ميت سندروم، لو الحيوان ما بيأكلش غير لحوم فقط فده بيبقى عرضة أكثر للإصابة بالفراكشر من بقية الحيوانات، لأنه مش ما بيأكلش بلانسد راشن، ما بيأكلش أكل متكامل، لا هو متعود بس الأونر فاكر إن هو كده بيكرم الحيوان بتاعه وما بيأكلش غير لحوم بس. الحيوانات اللي ما بتأكلش غير لحوم ده مش عرضة فراكشر عالي، دام عرضة لنيوتريشنال فراكشر. وأصعب الحالات اللي بتقابلنا هي حالات النيوتريشنال فراكشر، لأن النيوتريشنال فراكشر ده مش بيبقى فيه ضعف في عظمة واحدة، ده بيبقى ضعف على مستوى المختلف بتاع الجسم بتاع الحيوان. تعالوا نبص بسرعة كده على الكلاسيفيكيشن بتاع الفراكشر. أول حاجة according to cause، عند نوعين، يا اما يكون الفراكشر ده تروماتيك او باثولوجيكال فراكشر، هو حدث نتيجه اكسيدنت ولا نتيجه حاجه باثولوجي ولا نتيجه مال نيوتريشن. كمان انا لو عندي عظمه اقدر اقسم العظمه بتاعتي لاكثر من مكان، راس العظمه سواء راس العظمه من فوق او من تحت بقول عليه الابيفسز، المنطقه بتاعت منتصف العظمه بقول عليها الديافسز او الشافت بتاع العظمه، المنطقه اللي ما بينهم بقول عليها الميتافسز. فانا اقدر اقسم الفراكشر على حسب مكانه على العظمه، هل هو في منطقه الابيفيسس هقول عليه ابيفيزيال فراكشر، في منطقه الديافيسس هقول عليه دايافيزيال فراكشر، في منطقه النك بتاع العظمه هقول عليه ميتافيزيال فراكشر. في الاعمار الصغيره بتكون عندي ممكن يحصل كسر في منطقه الجروس بليت، منطقه الجروس بليت هي المنطقه اللي موجوده ما بين الابيفيسس والميتافيسس واقول عليه فيزيال فراكشر. طب المنطقه دي مسؤوله عن ايه؟ هي المسؤوله عن اللينسنج بتاع البون، ودي دايما موجوده في العمر الكبير ومع الماتوريتي بيبدا يحصل لها اوبليتريشن. يعني زي الحاله اللي قدامنا كده، لو انا جيت ابص عليها اقول عليه ده دايا فيزيال فراكشر، لان ده كسر في نص العظمه او في الشافت بتاع العظمه بتاع التيبيا بتاع الدوج، فاقول عليه دايا فيزيال فراكشر في التيبيا بتاع الدوج. او ان يكون الكسر في راس العظمه من فوق او في الجزء بتاع الديستال اكستريميتي من تحت اقول عليه ابيفيزيال فراكشر، او ان يكون الكسر في النك بتاعت العظمه اقول عليه ميتافيزيال فراكشر، او ان يكون الكسر في منطقه الميتافيزيال لكن فوق الكوندويل فاديله مسمى جديد سوبرا كوندويلا فراكشر. كمان عندنا تقسيمه على حسب اللاين بتاع فراكشر، هل اللاين بتاع فراكشر ده هو ترانسفيرس ولا اوبليك ولا سبايرال فراكشر. زي ما احنا شايفين معانا كده ممكن الكسر يكون ترانسفيرس فراكشر او اوبليك فراكشر او سبايرال فراكشر. سبايرال ده بقى على شكل اس في. لو جينا للصوره اللي كانت معانا في الاول اللي كانت دايفيزيال فراكشر هلاقيها واخده شكل ترانسفيرس، اللاين بتاعها الشكل بتاعه ترانسفيرس، يبقى ده ترانسفيرس دايفيزيال فراكشر. الصوره الثانيه ده عباره عن اوبليك ميتافيزيال فراكشر. الصوره الثالثه ده عباره عن سبايرال دايفيزيال فراكشر.
الصوره اللي بعد كده ده كسر بور العظمه، فبقول عليه لونجيتيودنال فراكشر، وده في حاله حصان. ادي شكل تاني للحاله بتاعتنا، ترانسفيرس اوبليك وسبايرال. كمان عندنا كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الجوينت انفولفمنت، هل الكسر ده على منطقه المفصل ولا بره المفصل؟ اصعب كسور بتقابلنا هي الكسور القريبه للمفاصل، لانها في بعض الاحيان تثبيتها ممكن يعمل انكلوزس للجوينت او ارثروديسيس. فعندي بقسمها لنوعين، ارتكولار فراكشر وبري ارتكولار فراكشر. او ممكن الكسر يكون انترا ارتكولار زي الحاله بتاعه الحصان ده كان لونجيتيودنال فراكشر في الفيرست فانكس، لكن كمان واخد معاه المفصل بتاع الفيتلوك جوينت، فاقول عليه ده عباره عن انترا ارتكولار فراكشر. عندي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو التايب اوف انجري، هل ده كومبليت فراكشر ولا انكمبليت فراكشر؟ هل ده كسر كامل ولا شرخ زي ما بيقولوا الناس؟ لا ده مش مكسور كسر كامل، ده كفايه بس ده عباره عن شرخ. فاكوردنج تو سيفيريتي اول حاجه عندي الانكمبليت فراكشر، وده بتقسم لي جرين ستيك فراكشر، فيشرد فراكشر، سبلنترد فراكشر، ديفرد فراكشر، وستار شيب فراكشر. اول حاجه الفيشرد فراكشر اللي هو الشرخ، اللي بيفرق لي ما بين الانكمبليت فراكشر والكمبليت فراكشر ان العظمه هنا فيها كسر لكن ما زال البريوستيوم سليم على مستوى العظمه ككل. البريوستيوم ما زال محيط بالعظمه من كل اتجاهات، ما حصلوش تورن قوي. طالما ما زال البريوستيوم سليم يبقى الحاله دي حاله انكمبليت فراكشر. فاول حاجه الفيشر، ممكن يحصل فيشر كده في العظمه بالطول بتاعها، فاقول عليه فيشرد فراكشر او جرين ستيك. العظمه او الثالث زي الغصن الاخضر كده خصوصا في الاعمار الصغيره، فده ادى ان العظمه اتكسرت من الداخل لكن ما زال البريوستيوم اللي حواليها سليم. السبلنترد فراكشر في جزء صغير جدا من العظمه عند النهايات بتاعتها بيحصل له كسر بيتفصل تماما، ما بقاش متعلق في العظمه الام غير بوجود البريوستيوم. يعني البريوستيوم هو اللي ماسك العظمه الصغيره دهيت في المكان بتاعها، فطالما هي ممسوكه هقول عليها سبلنترد فراكشر. لو اتحركت من مكانها هتاخد اسم جديد وهنشوفه مع بعض في حالات الكومبليت فراكشر. او ان الحيوان ياخد خبطه في نص العظمه فتعمل لي ستار شيب فراكشر، شرخ على شكل النجمه ستار شيب، زي ما بنشوفه كده لو حد جاله مثلا زلطه في ازاز العربيه بتاعته، فبتبدا تعمل ايه؟ شروق الازاز من ازاز. العظمتين انفصلوا تماما لجزئين. ولما انفصلوا تماما الصوت بس في الحته اللي فاتت دي قطع، معلش هو عشان بس التليفون كان برين. الديفرد فراكشر عيدها تاني، الحته بتاعت الديفرد فراكشر دي معناها ايه؟ ان العظمه انفصلت لجزئين تماما. طب طالما انفصلت يبقى ده كومبليت فراكشر، لكن ما زالت محاطه بالبريوستيوم. طالما محاطه بالبريوستيوم من كل اتجاهات فاصبحت انكمبليت فراكشر. عشان كده في المانيبيوليشن بتاعي ممكن احول الحاله دي من حاله انكمبليت لحاله كومبليت. يعني انا عايز احس واشوف العظمه مكسوره ولا مش مكسوره، مع الحركه بتاعت الاثنين ان المكسورين على بعض هعمل تورن اوت للبريوستيوم، هفصل البريوستيوم اللي موجود حواليهم. ففي الحاله دي هيحصل ايه؟ هتتحول الحاله من حاله انكمبليت فراكشر او ديفرد فراكشر لحاله كومبليت فراكشر. طب الكومبليت فراكشر ده ايه التقسيمه بتاعته؟ هل كومبليت فراكشر ده حصل فراكشر وزود ديسبليسمنت ولا ويز ديسبليسمنت؟ يعني هل العظمتين انفصلوا واتحركوا من مكانهم تماما ولا انفصلوا وزالوا موجودين في مكانهم؟ طب لو انفصلوا وحصل معاهم ديسبليسمنت هيبقى عندي كذا تقسيمه، ممكن يحصل رايدنج فراكشر، وده دايما بيحصل في الكسر بتاع عظمه الفيمر. دايما عظمه الفيمر لما بتتكسر بتبدا تعمل اوفر رايدنج فراكشر، العظمتين بيركبوا فوق بعض او لاي سايد باي سايد تو اتش اذر، ده نتيجه الماسكولار اكشن او وجود كميه كبيره بين العضلات حواليهم. عشان كده دايما حالات الفراكشر في عظمه الفيمر
مش هقدر ان انا اعمل لها كاست او اعمل لها تثبيت خارجي، لازم اعمل اوبن سيرجري او اعمل تثبيت داخلي زي ما هنشوف مع بعض. تاني نوع هو عباره عن الافالجن فراكشر، العظمه اتكسرت كسر بسيط، حته عظمه صغيره كده شاذه من العظمه او شيب فراكشر اتكسرت، لكن العظمه اللي اتكسرت دي كان عباره عن انسرشن لتندون او ليجامنت. فلما اتكسر التندون او الليجامنت ده عمل فيها ايه؟ عمل بولينج اوت، رفعها من مكانها. لما رفعها من مكانها وبعدت عن المذر بيس او عن العظمه الام، هقول عليها في الحاله دي افالجا فراكشر. النوع اللي بعد كده امباكتد فراكشر او ويدج فراكشر، العظمه اتكسرت وخدت شكل الويدج شيب او الشكل الوتدي وبعدين دخلت في الاذر سيجمنت. ففي الحاله دي بقول عليها امباكتد او ويدج فراكشر. في نوع تاني اللي هو السيركمفرنشال او التورشن فراكشر، ان العظمه تتكسر وتتلوي من مكانها. يعني العظمتين ما بقوش في النورمال الاينمنت، عظمه وشها اتقلب عن وش العظمه الثانيه، فبقول عليه تورشن فراكشر. في كمان النوع اللي بعد كده هو عباره عن الدبريشن فراكشر، وده بيحصل لو الكسر تحت منه مكان فاضي زي الكسور في حالات الساينس زي الفرونتال ساينس والمجزيلا ساينس، ان العظم بتاعهم لما بيتكسر بيقع في منطقه الفرونتال ساينس. بقول ايه دي. النوع اللي بعد كده دينتيت فراكشر، ان العظمه ممكن تتكسر والاند بتاعت تو سيجمنت تبقى توست، فقول عليها دينتيت او توست فراكشر. وده ممكن يعشق الحاله دي منه التثبيت الخارجي. النوع اللي بعد كده الكومبريشن فراكشر، قلنا ده دايما بيحصل في منطقه العمود الفقري نتيجه ان الحيوان وقع من مكان عالي ونزل على المقعده. فاللي بيحصل ايه؟ ان في فقرتين هرسوا فقره ما بينهم كسروها، فقول عليه كومبريشن فراكشر. ادي نرجع تاني للصور بتاعنا. السبايرال فراكشر ده كان برضو اوفرلابد فراكشر، العظمتين بقوا لاي سايد باي سايد تو اتش اذر، او ان العظمه تعمل لي انجل، تعمل لي زاويه، فاقول عليها انجوليتد فراكشر، او ان العظمه تبقى جاجد او دنتيت فراكشر مسننه كده، فاقول عليها جاجد او دنتيت فراكشر، او زي ما اتفقنا ان العظمه بتاعتي كانت اكت از انسرشن لي تندون او ليجامنت فحركها من مكانها، فاقول عليها افالجن فراكشر. عندي كمان تقسيمه ثانيه للفراكشر، هل هو الكسر ده هو في كوميونيكيشن ما بينه وما بين الجلد من بره؟ يعني هل حصل معاه جرح ولا ما فيش جرح؟ هل العظمه لما اتكسرت عملت جرح في التيشو اللي حواليها في الجلد من بره ولا ما زال الجلد سليم؟ فده بيقسمه لي اول حاجه كلوزد فراكشر او سيمبل فراكشر، العظمه مكسوره كسر كامل تماما لكن الجلد والتيشو اللي حواليها سليم، فبقول عليه closed او simple fracture. او ان العظمه لما اتكسرت لجرح خارجي ما عملنالهاش الفيرست ايد، فعلى ما الراجل نقلها من مكان اللي حصل فيه الكسر لحد العياده عندك، العظم ده هو بدا يقطع في التيشو اللي حواليه وبدا يقطع في الجلد فعمل open fracture. او الحاله بس ما تبقاش complicated. complicated يعني ايه؟ يعني بدا تبط في في ارتري او فين او نيرف. هنشوف مع بعض كده في الصور. ادي الحيوان اللي واقف ده هو مكسر في رجله والرجل مرفوعه تماما من على الارض مان ويت بيرنج، لكن الجلد اللي حواليها سليم، فده بقول عليه سيمبل او كلوزد فراكشر. او ان الكسر ده هو يبقى فاتح في الجلد تماما، فاقول عليه اوبن فراكشر. ولو لقيته خابط في امبورتنت بلاد فيزلز اقول عليه كومبليكيتد فراكشر. كمان تقريبا ثانيه، هل العظم اتكسر لاثنين ولا العظم اتكسرت لجزئين بس ولا اكتر من جزئين؟ لو مكسوره الجزئين هقول عليها سنجل فراكشر، لو اكتر من جزئين اقول عليها مالتيبل او كوميونيتد فراكشر. زي مع بعض كده الكسر ده هو اللي كان موجود في عظمه التيبيا بتاع الدوج، ده كان عباره عن سنجل ترانسفيرس دايفيزيال فراكشر. ايه؟
ليه سيجمنتال؟ يعني ده مكسور من فوق ومن تحت، بقى في سيجمنت سايبه، ولا هي متصله بالعظمه اللي فوق ولا بالعظمه اللي تحت منها، كان العظمه مفصوله من عند البروكسيمال اكستريميتي ومن عند الديستال اكستريميتي، ففي الحاله دي بقول عليها سيجمنتال فراكشر. او ان يكون العظم متكسر لاكثر من جزء فقول عليه مالتيبل او كوميونيتد فراكشر، زي ما شايفين في الحاله اللي موجوده معانا الكاس اللي موجود في في تقسيمه كمان على حسب الانفولفمنت بتاع الكوندويل. طبعا لو جينا نبص على نهايه العظمه بلاقي فيها اتنين كوندويل كده، فعندي تقسيمه، هل ده كوندويل فراكشر؟ يعني هل الكسر ده هو في جزء من الكوندويل اقول عليه كوندويل فراكشر، ولا فاصل الاثنين كوندويل ببعض اقول عليه انتر كوندويل فراكشر، ولا فوق مستوى الاثنين كوندويل اقول عليه فورال فراكشر؟ ده برضو من التقسيمات اللي لازم ناخد بالنا منها، لان ده لها تدخل مهم لوحدها. ده كانت مقدمة بسيطة عن الأنواع المختلفة للكسور قبل ما ندخل على العلاج والجزء اللي عليه العين، إزاي نتعامل مع الكسر، هل الكسر في الحيوانات المختلفة ليه وضع غير البيت أنيمال، هل البيت أنيمال في كسور معينة مش هقدر أتعامل معاها. بينما إحنا بنعملها نفس معاملة الهيومن، يعني أي كسر هقدر أعمل له تدخل جراحي، لأن كمان الميزة عندي إن الحيوان وزنه صغير فالمانيبيوليشن معاه هيبقى أسهل، لكن لو في اللارج أنيمال لها بلوكوشن معينة ولها طرق معينة. عشان أعالج الكسر لازم أعمل ريدكشن، بعد ما أعمل ريدكشن أعمل فيكسيشن. يعني يعني لازم ارجع الاثنين اللي اتكسروا ده للنورمال اناتوميكال بوزيشن، ارجعهم لوضعهم الطبيعي. طيب ارجعهم لوضعهم الطبيعي واسيبهم؟ لا، لازم اثبتهم عشان ادي فرصه على الهيلينج بروسيس. طب انا كنت بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اوصل لمرحله ان انا اعمل بريزرفيشن للفانكشن من الحيوان، او بعد ما يحصل كومبليت هيلينج يرجع يمشي على رجله طبيعي. هو ده الجود بروجنوز اللي احنا بندور عليه، ان انت بعد ما تعمل ريدكشن وفيكسيشن يقدر الحيوان يعمل بريزرفيشن للفانكشن بتاع الجزء المصاب. الريدكشن ده مقسوم لجزئين، هل هو كلوز ريدكشن ولا اوبن ريدكشن؟ طيب اول حاجه هو عباره عن كلوز ريدكشن، انا عايز ارجع الاثنين سيجمنت للنورمال اناتوميكال بوزيشن. طيب هعمله عن طريق اول حاجه الكلوز ريدكشن. كلوز ريدكشن تراكشن وكاونتر تراكشن، او اكستنشن وكاونتر اكستنشن، اشد وارخي، يعني اثنين هيشدوا بعض كده والجراح هيمسك الاثنين فراجمنت ويحاول يرجعهم في وش بعض. يعني الاثنين اسيستنت هيبداوا يشدوا بعض ويعملوا فتيج للعضلات اللي موجوده حوالين الجزء اللي فيه الكسر لغايه لما الجراح يقدر يعمل مانيبيوليشن ويرجع جزئين قدام بعض بالظبط. طبعا ده في السمول انيمال بيبقى بالهاند، في الحالات الكبيرة ممكن تحتاج ان انت تستخدم حبال او كذا حد يشد قبل بعض. زي ما انت شايف معايا في الصورة كده، زي ما الدكتور بيشد هو بيرجع رجل المريض لوضعه الطبيعي. لازم يبقى فيه قوة عكسية، بلاش حد يشد قباله وبدأ يعمل برجله عشان يزق الايه الازر سيجمنت، او زي ما اتنين بيشد قبال بعض كده والراجل الجراحة هو بيرجع الاتنين فراجمنت لمكانهم الطبيعي. امال الاوبر ريدكشن ده بعمله ازاي؟ لا، الحاله هنا الموضوع هنا مختلف. انا هفتح وامسك الاثنين سيجمنت المكسورين واحطهم في وش بعض. طيب في الحاله دي انا فتحت عامل اوبر ريدكشن، يبقى التثبيت بتاعي هيبقى تثبيت خارجي ولا تثبيت داخلي؟ لا، لازم يبقى تثبيت داخلي، لان انا عملت جرح ووصلت الاثنين سيجمنت المكسورين وبقوا الاثنين قدامي وعملت لهم مانيبيوليشن مظبوط وعملت تراكشن وكاونتر تراكشن وماسك كل عظمه بناحيه من الاثنين سيجمنت اللي موجودين عندي بالبون هولدنج فورسيبس، وبدات اعمل تراكشن وكاونتر تراكشن لغايه لما عملت فتيج للعضلات اللي موجوده ورجعت العظمتين لوضعهم الطبيعي. والحاله دي زي ما اتفقنا لازم هعمل الفيكسيشن داخلي. كلمة فيكسيشن معناها ايه؟ معناها ان انا بعد ما رجعت العظمتين اللي موجودين عندي
للنورمال اناتوميكال بوزيشن والوضع بتاعهم المظبوط قبل ما يتكسروا، هبدا اثبتهم على الوضع ده عشان ادي فرصه لعمليه الهيلينج بروسيس. الفيكسيشن بتاع العظم ده لازم يكون ريجيد، لازم اعمل تثبيت مظبوط عشان ادي فرصه للاوستوبلاست سيل عشان تبدا تتكون في المنطقه ده هي وتعمل لي بول فورميشن في المنطقه اللي فيها الكسر. طب الفيكسيشن ده عندي منه نوعين، عندي منه اكسترنال فيكسيشن والنوع الثاني عباره عن انترنال فيكسيشن، تثبيت خارجي وتثبيت داخلي. اول حاجه الاكسترنال فيكسيشن ده ممكن يكون دايركت فيكسيشن او اندايركت فيكسيشن. الاندايركت فيكسيشن زي حاجات اللي انا بقول عليها الكاست او البلاستر اوف باريس بانديج او السبلينت، سواء كان توماس بلينت او الانواع المختلفه من السبلينت، لكن الدايركت ان انا هثبت تثبيت مباشر على العظم المكسور، ودي زي ما هنشوفها مع بعض. اول حاجه انا ممكن اعمل سبلينت اند باندج زي في حالات لو انا عندي كسر في قطه وانا مش هقدر، الاونر ما عندوش القدره انه يصرف عليها وهي في مكان ممكن يتحمل تثبيت خارجي، ففي الحاله دي ممكن اعمل لها سبلينت اند باندج. سبلينت اللي هو عباره عن ايه؟ هجيب حته تانج ديبريسور خافض اللسان وابدا احط على رجل حيوان طبقه من الشاش وبعدين طبقه من الاورثوباد او القط وبعدين احط السبلينت اللي عندي وبعدين الفها بباندج. ده بتبقى اسهل طريقه في تثبيت الكسور خصوصا في القطط عشان بيبقى الوزن بتاع التثبيت بتاعك خفيف جدا ويقدر يدي فرصه لعمليه الهيلينج بروسيس. النوع الثاني هو عباره عن البلاستر اوف باريس باندج او التجميز، ودي اكتر الحاجات شيوعا للناس اللي هو مبتدئ ومش عايز يدخل في جراحه عظام، بس شرط انك تستخدم المكان ده هو ان انت تعرف ازاي ان انا اقدر اعمل الكاست او اعمل تثبيت للجبس على المفروض ان الكسر دوت عشان يتثبت لازم اثبت مفصل فوق العظمه المكسوره او فوق مكان الكسر ومفصل تحت منه. مفيش حاجه اسمها ان انا هثبت على مكان الكسر مباشره. التثبيت لازم يشمل بعد ما عملت تراكشن وكاونتر تراكشن ورجعت العظمتين لوضعهم الطبيعي، لازم اثبت المكان ده هوت عن طريق ان انا اعمل فيكسيشن لمفصل فوق في مفصل. ففي الحاله دي تقريبا في البيت انيمال بنثبت الرجل بتاع الحيوان، يعني في الرجل الاماميه بنثبت من فوق مستوى الالبو جوينت او الوكاير بروسيس لحد طول الرجل بتاع الحيوان، وبرضه بالنسبه للرجل الخلفيه بنثبت من عند مستوى مجازا من الستايف جوينت لحد بقيه الرجل بتاع الحيوان. ولو ان يفضل لو الكسر في عظمه التيبيا الافضل طبعا هو الجراحه او التثبيت الداخلي. طبعا التثبيت الداخلي افضل في افضل كتير الا اذا كانت العظمه مكسوره كسر بسيط تم الفراكشر ومفيش معاها جروح، ففي الحاله دي ممكن عشان ما تكلفش الاونر خصوصا لو هو ما عندوش القدره ان هو يعمل جراحه داخليه ممكن نستخدم القص. طيب القص ده انا هعمله ازاي؟ زي ما اتفقنا ان الحاله مكسوره عشان ارجع العظمتين لوضعهم الطبيعي وما بقاش في بين على الحيوان لازم اخدر الحاله بتاعت الجرع الاساسي، ولازم اكون مدي مصر اللاكسند مظبوط زي الزلازين هيدروكلورايد او الدايز بام بحيث ان انا اقدر اعمل ريلاكسيشن للعضلات واعمل تراكشن وكاونتر تراكشن العضلات يحصل لها فتيج فاقدر ارجع الاثنين فراجمنت في وش بعض، اقدر احط الجزئين المكسورين في وش بعض وارجعهم للنورمال اناتوميكال بوزيشن. وبعدين اجي على المكان ده اهوت احط اول حاجه طبقه شاش وبعد كده اجيب الاورثوباد او القط واعمل الرولنج للقط اللي موجود عندي، وبعدين اجيب الكاست بتاعتي او الجبسونه وابدا احطها في الميه لغايه لما تعمل بابلز لغايه لما يبدا يطلع منها فقاعات او تشبع بالميه، وبعدين اعصرها وبعمل لها بعد كده انرولنج على المكان ده. طيب اشد الجبس ده ولا اسيبه مرخي ولا اعمل فيه ايه بالظبط؟ الجزئيه دي مهمه جدا لان انت ممكن تشد الجبس على رجل الحيوان لدرجه ان انت تقطع الدم عن المنطقه اللي انت ثبتها، تيجي المنطقه كده تثبتها جامد فرجل الحيوان بعدها
من فوق مستوى الجبس تورم وتدخل في غرغرينا لان البلاد سبلاي ما عادش واصل للمكان. فهو المفروض خير الامور الوسط، ولا انت تشد جامد ولا ترخي جامد، خير الامور الوسط. ان انا بعد كده ببدا اثبت تثبيت مظبوط بحيث ان انا ما اقطعش الدم عن المنطقه اللي انا ثبتها باستخدام الجبس. كمان ممكن استخدم، لان في بعض الكلاب ممكن تاكل الجبسونه. طيب في الحاله دي نتعامل معها ازاي؟ ممكن استخدم الفايبر جلاس زي الدايناكاست اللي هو بقى الجبس الالوان الاخضر والبامبا والالوان المختلفه دي. طبعا ده بيبقى جامد جدا جدا، وده لازم يثبت تثبيت مظبوط، لان انا لو شديته جامد ده ممكن فعلا يوصل لمرحله ان هو يقطع رجل الحيوان. لازم اتاكد ان المنطقه بتاعه تثبيت الجبس من فوق الفراغ ما بينها وما بين عمل الفراغ ده بقطن كويس جدا عشان رجل الحيوان ما تورمش. وابدا اكد على الاونر بعد عمليه تبديس تبادل الحيوان، وتاكد لي ان الرجل ما فيش فيها اي ورم، ان الحيوان سليم، ما قطعش اكل، ما سخنش، لان دي كلها علامه من علامات ان الجبس بدا يعمل مشاكل على جسم الحيوان. فاقدر استخدم الكلام ده هو في حاله ان ممكن يكون الحيوان ده بياكل الجبس، فممكن نستخدم الدايناكاست او الفايبر جلاس. كمان عندي من التثبيت الخارجي، انا ممكن بعد ما رجعت العضمتين وضعهم الطبيعي اعمل حاجه اسمها اكسترنال سكيليتال فيكسيشن، ان انا اشد العضمتين كويس جدا وارجعهم للنورمال الاينمنت، واجي على الابر فراجمنت او على العظمه اللي فوق واروح داخل فيها بمسمار في الريتد اند شتايمنج بين، مسمار نهايته مشرشره، ادخل بكذا مسمار في الفراجمنت اللي فوق وكذا مسمار في الفراجمنت اللي تحت، وبعدين اجي اثبتهم من بره بالبار الحديد او الاكسترنال فيكسيتور. زي ما انت شايف معانا في الشكل كده، ان انا هدخل اهوت في ثلاث مسامير فوق وثلاث مسامير في اللور فراجمنت، وبعدين اثبتهم ببار حديد في الجنب. ده برضو احد الطرق المهمه جدا، لان انت ما بتحتاجش في الحاله دي ان انت تفتح، انت بتدخل بالمسامير بتاعتك بلايند لاترال او ميديال على حسب وضع الرجل بتاعك. شوف بقى انت عايز تعمله ازاي، او ان انت ممكن تعمله باي لاترال، تثبته من الناحيتين وبعد كده تثبته بالبار الحديد زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. هدخل بالمسمار بتاعي اهو، ادي اول مسمار في الابر فراجمنت اهو، وبعدين ادي تاني مسمار اهو. المسمار زي ما احنا اتفقنا انه لازم يكون سريتد اند، لازم المكان اللي هدخل في العظمه يكون سريتد عشان يعشق معايا في العظمه كويس اهو. يبقى انا كده دخلت اربع مسامير فوق واربع مسامير تحت، وبعدين ثبتهم من على الجنب باستخدام البار الحديد او الاكسترنال فيكسيتور. دي من احد الطرق المهمه جدا، خصوصا لو انت عندك حاله فيها كومبليكيتد فراكشر واخده فيها جرح فيها، ففي الحاله دي انت محتاج تغير على الحاله باستمرار، فممكن تعملها بالطريقه اللي احنا اتفقنا مع بعض عليها دي اللي هي الاكسترنال فيكسيشن، سواء كان يونيلاترال او بايلاترال. زي ما انت شايف معانا في الصوره كده، والناس هتقول لك ده المسامير بتطلع دم كتير، دي مش فيها مشكله خالص، انت بس بتعمل بريبريشن للمكان، تشد الرجل كويس، ترجع العظمه للنورمال الاينمنت، وبعدين تدخل بالمسامير بتاعتك بلايند، وبعدين تثبتها باستخدام البار الحديد. طيب احنا عندنا مشكله ان الاكسترنال فيكسيتور اساسا غالي، واحنا طبعا طب اقتصادي وعايزين برضو يبقى العمليه فيها مكسب، فممكن نحل محل الاكسترنال فيكسيتور باستخدام ماده ثانيه اللي هي الاكريستون اللي احنا بنستخدمها في علاج الاسنان. بعد ما بتحط المسامير بتاعتك مسمارين فوق او ثلاث مسامير فوق وثلاث مسامير تحت، وترجع العظمه لوضعها الطبيعي، تبدا تعمل ايه؟ تبدا تجيب ورقه كده وتعملها زي المركب وتثبتها على المسامير بتاعتك، وبعدين تجيب ماده الدايناكاست او الاكريستون. ماده الاكريستون ده عباره عن بودره ومحلول معاها كده، وبعدين تبدا تعمله زي العجينه وتبدا تصب في المركب اللي موجوده على المسامير بتاعتك. فالحل محل الاكسترن فيكسيتور هنا هو ماده الاكريستون، ودي من ميزتها ان انت تقدر
تطوع شكل المسامير. المسامير هي مش لازم تكون عمودية، ممكن تعملها بزوايا عشان يبقى التحميل بتاعها اكتر، لكن في حالة وجود الاكسترنال فيكسيتور كانت لازم المسامير بتاعتك تبقى عمودية. دكتور محمد، دكتور محمد مرحبا دكتور، مع حضرتك احنا ممكن ناخد بريك لو حد عنده سؤال لغايه هنا كده وبعدين نرجع نكمل. طيب تمام. طب البريك يا دكتور يبقى فيه اسئله، يعني اللي عنده اسئله ممكن حضرتك تجاوب دلوقتي، يقدر يسال فيه. اللي عنده استفسار على اي حاجه في الجزء اللي فات اللي هو خاص بالتثبيت الخارجي يقدر يسال فيها قبل ما ندخل في الجزء بتاع التثبيت الداخلي. طيب تمام. الدكاترة اللي محتاج يسأل ممكن يعمل ريز هاند وانا افتح له المايك. في دكتور هاجر. تمام تمام يا دكتور هاجر، مع حضرتك. هو انا يا دكتور بس مش فاهمه نقطة الاكريستون دي. الاكريستون دي يا دكتورة مادة اللي احنا بنستخدمها في علاج الاسنان. المادة دي انا بجيبها عبارة عن بودر ومحلول، دول لما احط البودر على المحلول بيعمل لي زي عجينه، بس عجينه عاديه خالص اهي، بقدر اعجنها واعملها كده زي السندوتش الفينو، واقدر احطها فوق مستوى المسامير. الماده دي بتنشف وبتبقى جامده جدا زي الحديد، بل بالاكتر من كده انها بتطلع درجه حراره عاليه. عشان كده احنا بنقول للناس وانت بتستخدم ماده الاكريستون تعال على راس المسامير من تحت وحط نورمال سلاين او حط فوطه مبلله عشان الحراره اللي طالعه من ماده الاكريستون ما تعملش لوز دي المسامير اللي موجوده عندك. انا بحل بماده الاكريستون ده هي محل البار الحديد. الماده دي ثمنها رخيص تقريبا، العلبه ثمنها 80 جنيه، الفيكسيتور ثمنه اغلى بكتير، ممكن الفيكسيتور يوصل لحوالي 700 او اكتر من كده على حسب النوع بتاعه. تمام كده يا دكتوره؟ تمام يا دكتور. طيب يا دكتور ابراهيم، مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. في حالات الكاربس فالجاس هل انا ممكن استخدم الاكسترنال فيكسيشن دي ولا صعب؟ هو الكاربس فالجاس في الحاله دي انت عايز تعمل تعديل لوضع العظم، فلازم يبقى جراحه داخليه. صعب جدا ان انا اعملها بالاكسترنال. انا عايز اعمل تعديل واحافظ على الجروس بتاع العظمه، وانا هعدل بس انا لو انا ركبت شريحه ممكن ما يساعدنيش ان العظمه تطول معايا لو انا سبتها فتره في اثناء الجروس ولا عادي؟ لا، اللينسنج بتاع العظم، اللينسنج بتاع العظم بعيدا عن يعني عند منطقه الاكستريميتي بتاعتها، فانا لو هثبت او هعمل اعدل انجليشن دوت هعدله من نص العظمه. هو المشكله في حالات الكاربال فارجاس والكاربال فالاس ان انا احيانا لو الحاله ما فيش فيها استجابه المسامير عيبها الوحيد انها ممكن تعمل ارثروديس للمفصل. لكن عشان اعملها تثبيت خارجي بتبقى صعبه جدا. طب انا عملت كسرت العظمه وحطيت فات او كده بين الكسر وعملت اكسترنال فيكسيشن. لا، ما هو الفات هنا مش هيساعد في عمليه الهيلنج بروسيس، مش هيبني عليه عظم. ما انا مش عايز يحصل هيلنج. وجود فات هيمنع عمليه الهيلنج، هيعمل لك نان يونيون او مال يونيون. انا عايز اعدل وفي نفس الوقت عايز العظمه ترجع لوضعها الطبيعي. يعني مش عايز، انا مش عايز اعدلها واسيبها على الوضع ده ما تلمش، لا بالعكس انا محتاج انها بعد ما اعدلها ترجع تلم على الوضع الجديد. لو انا حاطط اي فات الجسم هيتعامل معاه ان هو فورم بودي، مش هيقدر يكون مع عليه كالس فورميشن، خصوصا الفات ده انت هتشيله من جزء. انا اقدر احط ريجنريتيف ميديسن، يعني لو انا عايز حاجه الجسم يبني عليها اقدر استخدم بعض المواد الخاصه بالريجنريتيف ميديسن زي الستيم سيل، زي البليتلت ريتش فابرين، زي البليتلت ريتش بلازما، لان الجسم دي فيها جروث فاكتور والجسم هيبدا يتفاعل معاها وهي هتساعد في عمليه الرابيد هيلينج، يعني هتحفز عمليه رين بروسيس. تمام تمام. طيب ماشي.
ماشي يا جماعه اتفضل. تمام يا دكتور ايمان. السلام عليكم يا دكتور. دكتور عبد الحليم ميرسي جدا بالمحاضره الجميله دي بصراحه. يعني انا ربنا السلايد شو رائع بصراحه. تسلم ايديك دكتور. بس انا عايز اسالك على سؤال بعد اذن حضرتك. بالنسبه للكلوزد فراكشر, الكلوزد فراكشر حضرتك قلت نعمل ريدكشن. الريدكشن ده لما نيجي نعمله متهيألي المفروض يتعمل اندر سكرين, مظبوط كده؟ ولا انا بعرف ازاي لان هو ان البون رجع للوضع الطبيعي بتاعه؟ هو مش اندر سكرين. اندر سكرين ده صعب جدا ان انا اعمل تحت سي ارم, يعني حتى ان السي ارم اتلغى من العالم كله. لكن هي الفكره ان الحيوان في حالات ان انا هعمل تثبيت بقصد 90% من التثبيت في القصد بيبقى في غرفه الاشعه. انا الحيوان متخدر وشديت الرجل ورجعت العظمتين وضعهم الطبيعي, باخد فيلم اكس راي واتاكد ان العظمه رجعت لوضعها الطبيعي تماما, وبعدين ببدا اعمل عمليه التثبيت بتاعتي, وبعد كده بعمل اكس راي عشان اتاكد ان انا مثبت قصدي. هو ده انا كنت اقصده, ان احنا بنعمله اندر اكس راي. يعني لان لما حضرتك قلت بنعمل ريدكشن وخلاص, فانا يعني قلت لا, هو احنا ازاي هنتاكد ان حصل فعلا ريدكشن؟ لا طبعا لازم اكس راي. التعامل مع العظم الاساس فيه هو الاكس راي. لازم يكون عندي اكس راي باستمرار. بس هو كمان يعني في بعض ناس كتير جدا يقول لك طب انا والله بحسها بايدي وبحس انها رجعت. هو الميزه في العظم لو رجع من العظم 25% بيحصل لها هيلينج. ما شاء الله. طيب يعني مش 100%, 25% بتؤدي لعمليه الهيلينج بروسس. طيب دكتور عبد الحليم, اول حاله اشتغلتها كانت فراكشر في الفور لمب بتاعت رابت, وكان سبايرال فراكشر خلاص. فالرابيد ده انا ما جيت ما كنتش عارف بقى لسه اعمل جبسون. والحقيقه لسه برضو عملتش جبسون لغايه دلوقتي, يعني لسه ما مرتش بالتجربه دي. بس انا سؤالي هنا, انا جبت له خافض لسان وربطت من بره لانه كان كلوزد فراكشر, وربطت من بره وسبته اسبوعين, وكنت بديله بقى كالسيوم وبديله فيتامينز والحاجات دي كلها, بس للاسف ما حصلش هيلينج. وكان يعني الجنرال هيلث كونديشن بتاعته بقت من اسوء لاسوء لاسوء لغايه ما هو مات, البيشنت نفسه مات. فانا عايز اسال, انا محتاج انا اتعامل ازاي مع الحاله دي؟ هو المشكله مش كده, هو المكان الكسر بتاع فين, العظمه شكلها عامل ازاي. لما حضرتك عملت اكس راي هل كان الكسر مفصول تماما وفصلان الكسر ده هو ادى الى وجود سوفت تيشو ما بين العظم وبعضه؟ كمان في ناس يعني بيغلط في الحته دي, ان ممكن يكون عندي سوفت تيشو ما بين الاثنين فراجمنت, فهو مهما يحاول يرجع العظمتين السوفت تيشو ده مانع عمليه الهيلينج بروسيس تماما. ده عامل مليون. ففي الحاله دي ما عنديش حل غير ان انا اعمل جراحه داخليه. التثبيت الخارجي لو ثبت اسبوع 2-10 مش هيحصل هيلينج نتيجه وجود سوفت تيشو باند ما بين الاثنين فراجمنت. صح يا دكتور, هو ده اللي انا كنت بسال ده. خلاص كده النقطه بتاعتي بالذات, خلاص انا كده ساتسفايد جدا. متشكرة جدا يا دكتور, ميرسي على المجهود الكبير اللي الجماعه بيقدموه في بيت اونلاين كده. ودكتور عبد الحليم ميرسي جدا, حضرتك شرفتنا هنا. ربنا يبارك فيك ويسعد صباحك. تمام يا دكتور. دكتور معاذ. دكتور معاذ انا بفتح لك المايك. دكتور معاذ شبكه تقريبا. دكتور معاذ عنده مشكله. طيب تمام. دكتور محمد يوسف. الو الو. تمام دكتور محمد يوسف معاذ. الو. ايوه يا فندم, ازي حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور. دكتور محمد يوسف منصوره؟ لا انا اسكندريه. اسكندريه, اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور, الله يخليك. شكرا ليك طبعا وشكرا للمحاضره. سؤالي بس على التثبيت الخارجي الجيبسونه, كنت بسال حضرتك لازم يعني ابقى ابدا من فوق جوينت اباف جوينت يعني؟ طبعا. لو عندي مثلا كسر في الراديوس او في الالنا او ايه اللي هيخليني اجيب من اول الرجل يعني؟ انا بسال ليه, ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لو ابتديت مثلا من لا لو انا عندي الكسر في الريديس او لو انا عندي الكسر في الريديس او الانا, فانا اول الرجل عندي هو الالبو جوينت في الرجل مين. الاماميه لو الكسر في الريديس او الانا, الرجل الاماميه اولها الالبو جوينت مش الشولدر, يعني مين. اولها في التثبيت الخارجي هيبقى الالبو جوينت. فلازم اثبت اول حاجه الالبو جوينت, وفي الحاله دي عشان اثبت الكربل من تحت
هيبقى فاضل الباو بتاع الرجل اللي هو السلميات، فباخد الرجل من تحت بالكامل. لا لازم اخده معايا بالكامل، لان الكسر في جزء مهم جدا اللي هو الجزء بتاع الريدس او العنه، فانا عايز امنع التحميل بتاع الجسم بتاع الحيوان على الرجل تماما، ولازم اثبت مفصل فوق ومفصل تحت. المفصل اللي فوق عندي هيبقى للبو جوينت، والمفصل اللي تحت عندي هو هيبقى عباره عن الكاربال جوينت، هيبقى فاضل المفاصل اللي هي بتاعه السلميات دي برضه بثبتها معايا، بس باخد بالي وانا بثبت الصوابع بتاعه رجل الحيوان لازم احط ما بين الصوابع بعضها قطن، عشان لو انا ثبتت لفتره طويله الحيوان على ما حصل عمليه هيلينج قعد عندي شهر ونص شهرين ثلاثه، ممكن مع تثبيت الصوابع جنب بعضها وضغط الجبسون عليها يعمل لي حاجه اسمها تون كروزست. عشان امنع التون كروز ده هيت لازم احط ما بينهم من بعض قطن بات. واضحه دكتور، شكرا ليك يا دكتور. تحت امرك يا دكتور، تحت امرك. تمام يا دكتور. دكتور معاذ لو حضرتك انا عملت لك اميوت تاني. لا دكتور معاذ عنده مشكله. اه تمام دكتور معاذ، تمام تمام يا دكتور. دكتور معاذ، دكتور معاذ احنا سامعينك. في مشكله عند دكتور معاذ. تمام دكتور محمود عزت. دكتور محمود، يا دكتور محمود، تمام دكتور فاطمة؟ لا دكتور محمود معانا. تمام تمام دكتور فاطمة. السلام عليكم. عليك السلام. الو. ايوه دكتور سامعك. تمام. بالنسبة بس للاكسترنال فيكسيشن اللي حضرتك اتكلمت عليه، كنت عايز اسأل على البوست اوبرتيف كير، ازاي هتعامل مع حيوان تبقى اوبن ووند واكسترنال فيكسيشن والمفروض انه في ريستريكشن للموفمنت، هتعامل معاه ازاي في الحالات دي؟ في حالات حضرتك قصدك على الاكسترنال سكيلتال فيكسيتور؟ اه بالظبط كده. تمام كده، اللي هو بالاكريستون او باستخدام الجهاز. طبعا احنا اتفقنا ان 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 الحاله دي من اهم الحالات اللي بتقابلنا، وده جزء اصلا كان بيستخدم قبل كده في الحرب العالميه الثانيه لما كانت الجنود معرضه لكسور كومبليكيتد وجرح بيبقى فيه تلوث وفيه كذا، فبداوا يستخدموا طريقه جديده ان هو يعمل تثبيت للرجل ويفضل الجرح عنده مفتوح ويقدر يغير عليه باستمرار ويقدر يحط المرات الحيويه بتاعته ويقدر يستخدم كل الغيارات المختلفه. طب انا بعمله ازاي؟ انا ببدا زي ما اتفقنا بحط المسامير بتاعتي اللي هي السيريتد اند شتايمن بين، وابدا اثبتها من الخارج باستخدام البار او باستخدام الاكريستون. اصبح عندي العظمتين متثبتين في مكانهم. فاضل ايه؟ فاضل ان انا اتعامل ادي بوست اوبرتيف للرجل بتاع الحيوان. هدي لها بوست اوبرتيف ازاي؟ هحط المرات الحيويه بتاعتي، هحط المراهم اللي انا استخدمها عشان تساعد على عمليه الهيلينج بروسيس، هدي المرات الحيويه. طبعا مفيش جراحه من الجراحات بتاعه السوفت تيشو العاديه الا لما بستخدم نيك كولر، فالاولى في جراحه العظم ان انا طبعا لازم هركب لي الحيوان نيك كولر عشان امنعه من الليكنج بتاع الجرح بتاعي، وابدا اغير عليه. وتحت ما بين المسامير وبعضها اقدر حتى لو انا عايز الف لفه شاش خفيفه على المكان بتاع الجرح بتاعي عشان يساعد على عمليه الهيلينج بروسيس، اقدر اعمل الكلام ده. او ان انا استخدم الحاجات اللي بتساعد على الهيلينج بروسيس زي الدريسنج اللي معمول جديد اللي بيساعد على عمليه الهيلينج بروسيس، اللي بيحتوي على الهاني او بيحتوي على البروبليز او بيحتوي على الجروس فاكتور اللي بيساعد في الهيلينج. طيب تمام، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. تحت امرك دكتور، تحت امرك. دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم مع حضرتك.
دكتور عبد الرحمن. ايوه تمام يا دكتور، مع حضرتك اتفضل. سؤال، لما انا اجي اعمل لا علي صوتك دكتور، انا مش سامعك. لما اجي اركب الاكسترنال سكيليتال فيكسيشن هدخل داخل المسامير ازاي، وهل المسامير بدخلها بمسافات معينه بين بعض وعددهم بيبقى ازاي ولا عارف؟ لا يا دكتور، انا اقول لك، لو الكسر مثلا في عظمه التيبيا ماشي بتاعه الدوج، وفي الحاله دي انا عندي مساحه مثلا في الفراجمنت اللي فوق 3 سم وفي الفراجمنت اللي تحت 3 سم، فالمساحه 3 سم ده هي تديني مساحه ان انا ممكن استخدم 3 مسامير ما بينهم بعض سم، فاستخدم 3 مسامير فوق و3 مسامير تحت. طبعا التثبيت بالترانس سكيليتال 90% منه يونيلاترال من ناحيه واحده اهو، خصوصا في البيت انيمال، في الحالات الكبيره ممكن استخدمه باي لاترال. طب يونيلاترال يبقى معنى كده ان هو هيبقى على اللاترال سايد ولا على الميديال سايد؟ هيبقى على اللاترال سايد، لان انا لو عملته على الميديال سايد هيبدا يحك في الرجل الثانيه السليمه، هيبدا يشبك في الرجل الثانيه، فبعمله من ناحيه بره وبثبت ثلاث مسامير زي ما اتفقنا في الفراجمنت اللي فوق وثلاث مسامير في الفراجمنت اللي تحت. طب لما اجي اركب البار بتاعي الحديد هيبقى الفاصل ما بينه وما بين الجلد قد ايه؟ تقريبا حوالي 2 سم. المسافه ما بين البار الحديد او ما بين الاكريستون والجلد بتاع الحيوان بيبقى حوالي 2 سم. واصله كده؟ تمام. الاداه اللي انا بدخل بيها المسمار ذات نفسها بقى دي اسمها ايه؟ لاترال بلايند. من اللاترال اسبكت بلايند. قصدي انا بحس لا يا دكتور بالدريل طبعا، لا ده ايه هو الدريل؟ باجي بالدريل بتاعي كده واركب المسمار فيه وابدا استخدم الدريل بتاعي، احرك الدريل جوه العظمه بالمسمار جوه العظمه، مين اللي هيدخل المسمار؟ دكتور ممكن ترجع الصوره؟ يا دكتور؟ الصوره اللي فيها الصوره؟ اهي دي؟ ارجع لك تاني؟ لا بس هي دي، هي دي. دي؟ خلاص تمام كده. انا بدخل بالدريل المسمار هثبته في الشنور بتاعي، والدريل هو اللي هيبدا يحرك المسمار، والمسمار بتاعي يبدا يعشق في العظم، لان انا قلت لك ان المسمار ده هو سريت. بعد ما اثبت المسامير بتاعتي 3 فوق و3 تحت ابدا اعمل تراكشن وكونتر تراكشن وارجع العظمتين في وش بعض، وبعدين اثبتهم من الخارج سواء بالبار الحديد او بماده الاكريستون. تمام كده؟ لما باجي استعمل الاكريستون بحاول احط صلاين علشان الهيت اللي هيطلع منه ده، صح؟ احط فوطه مبلله على رؤوس المسامير من تحت عشان خاطر الحراره اللي بتطلع من ماده الاكريستون دي. تمام ماشي. اللي هي دكتور ابراهيم تاني، انا فتحت لك مايك. دكتور ابراهيم انا ممكن يكتب سؤاله كده، هو انا بعمل له ان ميوت بس هو تقريبا قافل من عنده. الو انا تمام كده دكتور ابراهيم؟ ايوه تمام يا دكتور. السلام عليكم، ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ طب حالين دكتور ابراهيم؟ الحمد لله على السلامه، اخبارك؟ الحمد لله في نعمه يا ريس والله. الاول كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه دكتور ابراهيم الاماش. اه دكتور معايا. الله الحمد لله يا دكتور والله. بالنسبه لدكتور معلش لللارج وخصوصا يعني حالات الديسلوكيشن في الستايفل او الالبو جوينت والكسور حواليه، يعني والكسور حواليه يا دكتور، دي بيبقى لها حلول في اللارج ولا بيبقى الامور صعب؟ واحنا ممكن نعمل انترنال فيكشن. اللارج انيمال طبعا في انترنال فيكسيشن زي السمول انيمال، بس هي المشكله الوحيده اللي بتقابلنا في اللارج انيمال هو الوزن بتاع الحيوان. يعني بيقابلنا في اللارج انيمال مشكلتين، يعني مثلا لو ده كان فود انيمال فالتكلفه بتاعت العمليه عاليه جدا. تمام. لو ده مثلا بقره او جاموسه او كده وانا هعمل فيها تثبيت داخلي، التكلفه بتاعت العمليه عاليه جدا. ثاني حاجه بعد العمليه الحيوان ده محتاج ان انا مش عايز اخلي رجله تلمس الارض، فلازم اعلقه في السقف. طبعا عشان اعلق الحيوان كده هيبقى صعب جدا. ثالث حاجه الوزن كل ما ده ما بيقل. فده اللي بيخلينا ان احنا نقول للاونر في الحالات اللي زي كده يفضل ان انت تذبح الحيوان كنوع من انواع العلاج، لان انا عشان اثبته تثبيت داخلي يكلف الاونر حوالي 5000 جنيه 6000 جنيه 10000 جنيه، هو مش هيوافق على الكلام ده. لكن بالنسبه للبيت انيمال الاونر بيوافق لانه مرتبط جدا بالحيوان بتاعه، السكسس ريت بتاع العمليه
ان شاء الله 100% بيرجع لوضعه الطبيعي بنسبه 100%. حتى احنا في الخيل اللي هو بيبقى الاونر مهتم بيه وبيصرف عليه وممكن يدفع اضعاف اضعاف السعر ده، بتقابلنا دايما مشكله الوزن، ان التثبيت محتاج ان الحاله بعد ما تثبتها بعد ما تثبت العظمه في اضعاف طبيعي لازم تمنع الحيوان انه يعمل بيرنج ويت على الرجل بعد التثبيت. لان لو انا اثبت بشريحه فالشريحه دي بين كيلر مفيش اي بين بعدها، فالحيوان ممكن يحاول يحمل على رجله، لو حمل على رجله ممكن يكيلك الشريحه. انا بشكرك يا دكتور وكل سنه وانت طيب والله، وبشكرك على المجهود العظيم ده يا دكتور. شكرا لحضرتك والله يا دكتور، شكرا. دكتور معاذ، دكتور معاذ انا فتحت لحضرتك. السلام عليكم. طيب اتفضل دكتور. بقول لك يا دكتور احنا قابلنا حالتين هما سبحان الله الحالتين النهارده هما كلبين برضو بس كل حاجه متصله، يعني هو يجي هو رفع رجله من على الارض بس بالبطيخين كده مفيش اي كسر في العظم خالص، وبرضو مفيش هيستوري انه خبط او مفيش اي كدمه او اي حاجه. الحيوان بيعمل نون ويت بيرنج لمس او بيرفع الرجل تماما على الارض في ثلاث اربع حاجات كده لازم ناخد بالنا منهم. هل هو كسر؟ هل هو ديسلوكيشن في الجوينت؟ هل هو سيبتك ارثرايتس؟ هل هو سيبتك تينوفاجينايتس؟ دي الحالات اللي الحيوان بيرفع في رجله فيها تماما على الارض. لو انا فحصت ومش حاسس باي كسر من مابليشن لازم اعمل اكس راي، يعني لازم اجي على المنطقه المصابه دي واعمل اكس راي. وطبعا احنا عارفين الاكس راي على الاقل لازم يبقى عندي 2 فيو، ما بعملش صوره واحده لان الاكس راي بيعمل سوبر امبوزيشن للعظم، العظم بيركب فوق بعضه، فممكن العظمه انت تبقى شايفها من ناحيه سليمه ومن الناحيه الثانيه هي فيها شرخ بسيط. لو الحيوان فيه شرخ بسيط او شيب فراكشر حاجه بسيطه جدا برضه مش هيلمس الارض برجله، يعني لو حته صغيره جدا شاذيه من العظم مكسوره فده برضو يؤدي ان الحيوان يرفع رجله تماما من على الارض، فانا مش هقدر اعمل له دايجنوز غير عن طريق الاكس راي. طب انا ممكن يا دكتور يعني اخد كنوع من الاحتياط مثلا واعمل انا جبيره مثلا من الرجل من عند الالبو جوينت ده كنوع من الاحتياط ولا ما ينفعش لو مش متوقع؟ لو انا مش قادر او مش متاح ان انا اعمل اكس راي ممكن اعمل له الاسبلينت العاديه الكبيره العاديه، بس في الحاله دي مش هتستمر معايا الفتره كلها لان المفروض ان انا الكبيره في حاله الكاست لو انا عامل كاست لرجل الحيوان هفك الكاست دي امتى وانا متاكد انها مكسوره تماما؟ هفك عن طريق اكس راي، لازم اعمل اكس راي هو اللي بيحدد لي او بيقول لي والله الحاله بتاعتك لمت تماما والعظم رجع لوضعه الطبيعي وحصل كومبليت اوبليتريشن للمكان بتاع الكسر، ففي الحاله دي هفك الكسر. لكن في الحاله بتاعتك انا مش ظاهر عندي كسر اصلا وما عملتش اكس راي، ممكن اعمله كجزء ان انا بحاول ان انا اعمل فيرست ايد كمساعده كده لرجل الحيوان. لكن هو طبعا الافضل ان لازم اشخصها الاول واتاكد منها وبناء عليها اخد القرار المظبوط. تمام تمام يا دكتور. طب بعد اذنك برضو الحاله الثانيه اللي قلنا في كلب ووزنه كبير يعني ممكن يعدي 30 كيلو مثلا، هو حاجه دست عليها على وسط كده فالجزء الوراني ده الرجلتين الورانيين دول على الارض خالص و الاثنين لا الرجلين الورانيين مالهم؟ مرتخيين خالص كده على الارض خلل كده فيهم وبيجروا بيهم كده. طب ما ده ممكن يكون الكسر على او الـ الـ الحاجه اللي دست عليه دست على منطقه العمود الفقري. ما انا قلت كده. طب هو حاجه مبدئيه كده لان برضو المنطقه ما فيش فيها. لا دي بقى ما فيش فيها مبدئيه لان الحيوان عنده باريسز، الحيوان بيسحب خالص بالنص الوراني فلازم اعمل لها دايجنوز، ممكن تكون ده انتر فيرتيبرال ديسك برولابس او كسر في فقره من فقرات العمود الفقري. لو انت هتدي سبلمنت هتدي نيرف تونيك وده مش مفيش سكسس ريت، يعني هتدي ومش هيظهر عند الاونر نتيجه وهتبقى انت اتحسبت عليك ان انت اديت عليك كذا واديت كذا والاونر مش شايف اي تحسن، لما يجي لحد تاني اقول له لا انت ازاي تعمل كده، لازم الاول نشخص الحاله نعمل اكس راي مظبوط على منطقه العمود الفقري والرجول الخلفيه ونشوف المشكله هل في كسور ولا لا،
هل في مشكلة في السباينال كورد بتاع الحيوان، هل في مشكلة في الأعصاب بتاع الرجل الخلفية، نبدأ نعمل النيورولوجيكال اكزامينيشن لمنطقة الرجول والعمود الفقري. تمام تمام، ألف شكرا دكتور. صح صح أمرك، صح صح أمرك. تمام دكتور محمود، دكتور محمود عزت معك يا دكتور. دكتور محمود عزت أنا بفتح لك المايك. دكتور محمود عزت المقطع، هو دكتور محمود أنا فتحت له المايك بس هو تقريبا قافل من عنده. تمام دكتور عبد الرحمن. الو دكتور تفضل. الو ايوه ايوه تفضل. تمام يا دكتور تفضل. دكتور الانسس الحاجه المتمر بيكون معناتها ايه؟ هو يعني هل ليها اسم ولا اكسترنال فيكسيتور ولا المسامير بتاعت الاكسترنال فيكسيتور اسمها سيريتد ان اشتايمن بين او شنزات بطرف مشرشر، شنزات بطرف مشرشر، ودي لها مقاسات مختلفه على حسب حجم العظمه اللي عندي. يعني لو انا مثلا عندي العظمه باخد لها مقاس سمك العظمه قد ايه، هل سمكها 1 سم 2 سم 3 سم، بناء على سمك العظمه ببدا اختار حجم المسمار اللي عندي، هل هو واحد مقاس 1 1 و2 10 مقاس 2 مقاس 3 على حسب حجم العظمه اللي عندي. عندي لغايه مقاس 6، يعني عندي شنزات سيريتد ام لغايه مقاس 6 ودي بنستخدمها في الخيل. لكن في البيت انيمال بالنسبه للقطط المقاس المناسب 1 و2 10، وبالنسبة للكلاب من 2 ل 3 ده بيكون مناسب جدا للكلاب. دكتور انا برضه ازاي اخد المقاس؟ معلش ما حضرتك عشان تاخد مقاس المسمار او تحدد مقاس المسمار اللي انت عايزه، هعمل اول حاجه اكس راي للعظمه اللي موجود مكسوره عندي. الاكس راي ده هو هيبقى على فوكال فيلم ديستانس 90، المسافه ما بين الفوكس وما بين الفيلم بتاعي 90 سم. ليه 90 سم؟ لان المسافه دي لما انا باخد صوره للعظمه في الحاله دي يبقى العظمه كانها العظمه الحقيقيه، يعني تقريبا الصوره اللي هتطلع عندي المقاس بتاعها نفس مقاس العظمه الموجوده على الحقيقه. وابدا بالمسطره بتاعتها على الاكس راي اقيس، اجيب المسطره واقيس على الاكس راي، اقيس من بره لبره من الاوتر كورتكس للاوتر كورتكس. بعد ما اقيس المقاس اللي هيطلع لي ده عباره عن سمك العظمه، سمك العظمه مثلا 2 سم 3 سم، لازم استخدم مسمار حجمه قليل بناء على حجم العظمه اللي عندي. يعني لو العظمه مثلا مقاسها 1.2 من 10 بالنسبه للقطط، يبقى في الحاله دي انا هستخدم مسمار مقاس كام؟ مقاس 8 من 10 مقاس 6 من 10 على حسب التحميل اللي عندي. واصله كده؟ ايوه تمام تمام جدا. مش بس دكتور لو ممكن بس الحاجات دي اسميها ايه عشان لما لو رحت اجيبها اعرف اقول للناس انا عايز ايه. طبعا انا بالنسبه للجزء الاولاني يا دكتور انا قلت لك اهو دي شنزات بطرف مشرشر، بالعربي اهو شنز بطرف مشرشر، بالانجليزي سيريتد اند شتايمن بين. تمام ماشي، الف شكر يا دكتور. بس واحنا لسه ما قلناش اي حاجه، ده لسه التقيل جاي ورا زي ما بيقول، يعني انا لسه العبده والحاجات كلها جايه في الايه؟ في التثبيت الداخلي. تمام يا دكتور. دكتور محمود مع حضرتك. دكتور محمود عزت دكتور. ايوه حضرتك سامعني كده؟ ايوه تمام يا دكتور اتفضل. تمام يا دكتور. طيب انا طبعا بشكر جدا حضراتكم كلكم، انا بس كان عندي سؤال بسيط. انا لو جا عندي حاله جايه لي وهي عملت اكس راي فيها فراكشن بس كان في ورم، ينفع اجبس والورم موجود ولا استنى شويه؟ هي الاول فيها فراكشن. هي المحاضره في المعقم الاول. ايوه المعقم ولا فين؟ كنت معاك المحاضره في بنها قبل كده. دكتور محمود عزت اهلا بيك، اخبارك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانت طيب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. طبعا لو انا عندي كسر ومعاه ورم مش هقدر في الحاله دي ان انا اعمل كاست، لان انا لو عملت كاست وفي نفس الوقت هستخدم بعض العلاجات انتي انفلاماتوري وانتي بيوتيك عشان الورم ده يبدا يقل،
بعد لما الورم يقل هيبقى القص بتاعك كلوز هيقع. اوكي هيبقى هيسلت من رجل الحيوان زي ما بيقولوا. طيب في الحاله ده اعمل ايه؟ انا هستخدم باندج. باندج حل محل القص باندج عليه خالص اهو. هلف الريت كان انا بعمل لها فيرست ايد وادي الانتي انفلاماتوري والانتي بايوتيك 3 4 5 ايام لغايه لما يحصل ان الورم ده هو يقل تماما. بعد كده اقدر استخدم القطن. شاش وقطن وشاش. شاش وقطن وبندج. شاش وقطن وشاش او شاش او شاش وقطن ورباط ضغط عادي. اوكي اوكي هي كانت الصوابع حتى لو كانت الصوابع كانت الصوابع الاماميه حتى لو كانت الصوابع حتى لو كانت الصوابع حتى لو كان في الصالة. يا اما في حالة ان انت هتعمل قصد. يا اما لو انا مثلا نسيت وعملت قصد ايه اللي يحصل؟ بعد اسبوعين هتلاقي القصد بتاعك وقع واضطر تعمل واحد جديد. اوكي. يعني بعد اسبوعين تمام. هتلاقي الاونر بيقول لك الجبس بتاعك وقع يا دكتور. هتقول له انا عارف تمام. انا عامله وعارف انه هيقع. هتقول بقى عشان نعمل واحد غيره. تمام 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 تمام. شكرا جدا يا حاج دكتور. شكرا جدا جدا. شكرا دكتور محمود. الله يخليك. الله يخليك. دكتور دينا ودينا مع حضرتك. يا مساء الخير. اتفضل يا دكتور. لو سمحت مستني كنت عايزه اسال يا دكتور اقصى فتره اجبس فيها الرجل يعني لو الاونر اتاخر عليا اقصى فتره كام يوم اقدر فيها اجبس الرجل ولو في جرح مع الكسر برضو اعمل ايه اعالج الجرح الاول بعد كده اجبس ولا بعمل ايه؟ وسؤال ثالث لو انا ما عنديش فرصه اكس راي في البلد اللي انا فيها إيه لو جبست لو حسيت الكسر وجبسته اقصى فتره برضو اقعدها قد ايه؟ شكرا. لا ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش حاجه اسمها اقصى فتره. انا الاول انا ماشي على بروتوكول معين اهو. اول ما جت لي الحاله عملت اكس راي وعرفت انها مكسوره وبعدين قلنا عملنا ريدكشن وعملنا اكس راي عشان اتاكد العضلتين رجعوا في وش بعض. وبعدين عملت القص بتاعتي واكدت بعد ما عملت القص ان التثبيت بتاعي مظبوط 100%. مين بقى اللي حدد لي القص ده يستمر لغايه قد ايه؟ السيكوينشال راديوجراف. ان انا كل اسبوعين اقول للاونر لو سمحت كل اسبوعين تيجي تعمل اكس راي عشان اتاكد ان العظم في وضعه الطبيعي زي ما هو ان عمليه الهيلينج بروسيس بتتم بصوره طبيعيه لغايه لما اتاكد ان العظم التئم تماما فك. وده بياخد له من حوالي 40 يوم لغايه 60 يوم. تمام. الاكس راي هو طيب تمام. طب لو في جرح مع الكسر بعالج الجرح الاول؟ لا لو في جرح في الحاله دي انا مش هقدر اعمل قصد ولا بندج عليا ولا بندج عليا هقفل على الجرح برضو مش هقدر ان اقفل على الجرح. طيب انا لو خلاص انا مش قادر ولازم اعمل قصد ما عنديش الامكانيه ان انا اعمل جراحه بتثبيت داخلي وخصوصا ان المكان ينفع فيه قصد. تمام. يعني المكان ينفع فيه جبس عادي. في الحاله دي هستخدم الداينا كاست اللي هو الفايبر جلاس اللي هو الجبس الالوان. وبعد ما ثبته مقفول. بعد ما ثبته مقفول بالكامل. تمام كده؟ اجيب الصاروخ بتاعي واقطع فيه شباك. على مكان الجرح. ايوه يا دكتور. بعد ما ثبتت الداينا كاست او الفايبر جلاس وقفلت على المكان تماما بس انا عارف ان في جرح في المنطقه دي حوالي 3 سم اروح عامل عليها ويندو باستخدام الشنيور بتاعي. الصاروخ مش السنيور. الصاروخ اللي هو القطع بتاع الجبس يعني. ده احد طبعا الافضل في حاله الجروح تثبيت داخلي. طيب هي ولا انا هستخدم جبسون عاديه مش هتنفع فيها موضوع ان انا افتح لا صعبه جدا ان انا اعمل فيها الويندو صعب جدا ان انا اعمل في الجبسون العاديه الويندو لان الجبسون العاديه لما بتعمل فيها ويندو من مثلا من اللاترال اسبكت يوم والتاني وبتلاقي من ناحيه الميدل اسبكت اللي حصل الجزء اللي الناحيه الثانيه التانى وده اهم جزء لان هو الجزء المقابل للكف طالما الجزء ده اوضح لوز يبقى انت كده مش مثبت الرجل بتاع الحيوان. تمام. طب لو الاونر جاب لي الكلب بعد مثلا 4-5 ايام وفي الكسر اقدر عادي اجبس لو كسر بسيط؟ لو انا عندي الكسر لغايه 14 يوم اقدر اتعامل معاه. تمام. شكرا يا دكتور. لغايه 14 يوم تحت امرك. تمام يا دكتور لو في حد عنده اسئله ثانيه يا جماعه ممكن يعمل ريز هاند واحنا نفتح.
تمام دكتور عبد الرحمن سمير. دكتور عبد الرحمن اتفضل. مع حضرتك سامعني كده؟ سامعني كده؟ مظبوط مظبوط يا دكتور اتفضل. بشكركم جدا على المحاضرة القيمة دي جدا، وبشكر دكتور عبد الحليم. انا بس عندي سؤال، يمكن هو سؤال كانت سأل قبل كده، هو بس دكتور ما فيش امكانيه عند الاونر ان احنا نقول له اعمل كل اسبوعين راديوجراف، فممكن لو حضرتك تقول مثلا على مده مثلا ولتكن 21 يوم او اسبوعين او لا انا قلت ان احنا عندنا الكسر اقل مده تقريبا هتبقى حوالي 40 45 يوم. تمام. لو هو ما عندوش القدره انه يعمل كل اسبوعين يبقى في الحاله دي انا بديله مثلا اقول له على الاقل تعالى في نص المده اللي هي ال 45 يوم، تعالى بعد 25 يوم نعمل في نص المده فيلم اشعه عشان نتاكد ان العمليه يعني داخله في اتجاه عمليه الهيلينج، وبعدين تعالى في اخر المده نعمل اكس راي ونشيل الجبسونه. تمام. يعني ممكن نعملها مرتين بلاش كل اسبوعين، يعني ممكن نعملها في المده كلها مرتين. تمام. طب دكتور بالنسبه للابنورماليتيز مثلا بتبقى في الفالانكس او في الديستال بون زي مثلا الكاربال بونز او الحاجات دي، ممكن نتعامل معاها ازاي؟ هل ممكن يعني نحاول نكسرها ونرجعها تاني ولا نعمل لها فيكسيشن ولا لا؟ كل حاله على حسب الوضع بتاعها، يعني في بعض الحالات مش هقدر نعمل كده، ممكن اكسر وارجع العظمه لوضعها الطبيعي، وفي الحاله دي عشان اثبت لازم اثبت المفصل، فاعمل مثلا الحيوان كاربال ارثروديسيس او تارسال ارثروديس عشان ارجع الرجل المعوجه تماما لوضعها الطبيعي. يعني مثلا لو الحيوان رجله معوجه حتى لبره وانا عايز اعدلها عن نورمال الاينمنت، عشان اعدلها بكسر الرجل وبعد ما بكسرها واسلك المكان تماما واجي اثبت، في الحاله دي الشريحه بتاعتي هتبقى متثبته على منطقه الكاربال جوينت ومنطقه الميتاكاربال الاثنين مع بعض، هثبت الكاربال جوينت بالكامل كاني بقفل المفصل بتاع رجل الحيوان، وفي الحاله دي بعمل له ارثروديسيس، يعني جاي ان المفصل ده انا مش محتاج انه يتحرك والرجل بعدها تتحرك طبيعي مفيش مشكله خالص. يعني انا عملت كاربال ارثروديسيس وفي الحاله دي رجل الحيوان بتتحرك حركه طبيعيه وراجع للنورمال الينمنت، راجع للشكل بتاعها الطبيعي. تمام. ميرسي جدا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. تمام دكتور، حضرتك تحب نكمل اسئله ولا نكمل شرح بقى؟ لا نكمل اسئله عشان الجمهور على العين يعني. خلينا نقول وبعد كده يبقى في نهايه المحاضره اسئله. خلاص تمام كده؟ تمام يا دكتور. الاسئله ان شاء الله نكملها للاخر بقى يا جماعه. تمام اتفضل. حد لسه عنده اسئله؟ خدنا جزء كبير من الاسئله فان شاء الله يبقى يعني الباقي ان شاء الله يعني مش قليل. هنتكلم بقى على جزء مهم جدا او على الجزء اللي عليه العين بقى اللي هو عباره عن الانترنال فيكسيشن. طب وليه الانترنال فيكسيشن هو الجزء الاهم او زي ما انا بقول كده الجزء اللي عليه العين؟ لان هو جراحه العظم او التثبيت الداخلي للعظم هو اللي بيبقى فيه تكلفه وهو اللي تقدر يعني تتربح منه من الاونر، لان انت عشان تتعلمه بيحتاج مهاره معينه وبيحتاج ان انت تكون دارس كويس الجزء ده وعارف التعامل معاه. هو بس ملوش غير مشكله واحده ان هو مكلف على الاونر وبيحتاج اورثوبيديك سيرجن، بيحتاج جراح عظم مش اي جراح، لا انا عايز حد فاهم في جراحه العظام. فانا عندي الانترنال فيكسيشن ده ممكن يبقى اكسترا ميدالري او انترا ميدالري. الاكسترا ميدالري اللي هو خارج المظله، يعني انا عندي العظمه كده من الخارج بقول عليه اكسترا ميدالري. لو انا هثبت بره العظمه فتحت وشلت التشو والعظمه بقت قدامي وانا هثبت على العظمه نفسها من بره خارج المظله من فوق من على الكورتكس من بره بقول عليه اكسترا ميدالري. فالاكسترا ميدالري ده ممكن اثبت بيه اللاج سكرو او بالبون بليت او بالبون سوتشر، يا اما هستخدم المسامير او هستخدم الشرايح او هستخدم السيركلاج واير. الانتراميدالري اللي هو عباره عن المسمار النخاعي، هدخل مسمار يثبت لي اتنين فراجمنت مع بعض، يمسك الاتنين فراجمنت مع بعض، المسمار ده هيبقى انتراميدالري داخل الميدالري كافيتي.
طيب في منه ثلاث انواع، سواء كان شتايمن بين او راش بين او كريشنر بين، وفي كمان الانترلوكينج نيل، ده برضو احد الطرق اللي انا بثبت بيها الانترامدالاري فيكسيشن. تعالوا بقى نشوف حاجه مهمه جدا، مفيش حد النهارده هيقدر يروح يعمل جراحه عظم غير لما يكون معاه تولز، هيكون معاه ادوات عشان يعمل بيها جراحه العظام. زي اول حاجه كده معانا من الشمال البون هولدنج فورسيبس اللي هو 13، سواء بون هولدنج فورسيبس واللي جنب منه بون هولدنج فورسيبس رقم 3 ده موسع جروح، رقم 12 ده بون هامر، رقم 11 ده جلب ريتراكتور، رقم 5 ده عباره عن ازميل عض، رقم 4 عباره عن ازميل عض، رقم 5 عباره عن مكحته، رقم 6 برضو ده ازميل عظم بشكل تاني وحجم مختلف، رقم 7 ده عبارة عن بون راس، رقم 10 ده عبارة عن ريدكشن فورسيبس، رقم 9 ده عبارة عن هوفمان ريتاكتور، رقم 8 ده عبارة عن البون كريت او المكحتة بتاعة العظم. فانت بتجيب العدة بتاعتك وبترصها بالشكل ده كده، وده برضو عندنا البون هولدنج فورسيبس والبليت هولدنج فورسيبس، وعندنا البون هامر، وعندنا الازميل بتاع العض. كمان بنجيب معانا البولط باحجامها المختلفه، المسامير اللي انا هستخدمها، حجم الشرايح على حسب نوع العمليه بتاعتي. بجيب البون بليت سواء كانت 4 فتحات 5 فتحات 6 فتحات 8 فتحات، نوع الشريحه هل هو دايناميك كومبريشن بليت ولا نيوتراليزيشن بليت، هل هي مقاس 2.5 ولا 3.5 ولا 4.5، المسامير بتاعتي اطوالها قد ايه، وهنقول كل الكلام ده هنعمله ازاي. فبجهز العده بتاعتي تجهيز كامل وبعقمها كويس جدا، وطالما احنا هنشتغل في جراحه العظام يبقى لازم اشتغل ما عنديش فرصه ان يحصل اي نوع من انواع الانفكشن، لان اصعب حاجه في جراحه العظام هو الخوف من العدوى. ممكن انت تبقى جراح شاطر وكويس جدا بس عندك مشكله ان بعد ما بتعمل العمليات ما بيحصل لهاش سكسسفول هيلينج نظرا لدخول انفكشن، لان الانفكشن في الحاله دي بيعمل اوستومالايتس، بيبدا يعمل تاكل في العظم. فدايما احنا بنعقم ادواتنا كويس جدا، بنعقم اوضه العمليات، بناخد كل البريكوشن. لما بنروح نعمل حتى في العيادات المختلفه عمليات جراحه عظم بتلاقي دايما صاحب العياده عايز يساعدك، فتقول له خلي بالك ان احنا بنعقم ايدينا بشكل معين، وعقم زي ويعمل كل حاجه، وخلي بالك ان احيانا بعد ما بيغسل ايديه ويعقم ويعمل كل حاجه اول ما يخرج من اوضه التعقيم تلاقيه جايب اول مناديل او اول فوطه وبينشف في ايديه. طبعا هي هو كده في الحاله دي بوظ كل التعقيم وبوظ كل حاجه، ولازم توصيه يعقم ايده من اول وجديد، لان هو كده اصبح كجراح هو السورس اوف انفكشن ليه المكان بتاع العمليه بتاعتك. كمان بعد ما احنا بنعقم وبنعمل كل ده وبنجهز كل حاجه بالايديال رولز بتاعتنا وبنعمل كل الكلام ده وبنغسل بمحلول ملح وبنغسل بانتي بيوتيك في المكان بتاع جراحه العظم، كل ده وبنعمل كل ده وبرضه بنبقى خايفين من حدوث عمليه الانفكشن. طبعا احنا بنستخدم ماتيريال ممكن تبقى من الستانلس ستيل او من التيتانيوم او من النيكل. طب ايه ميزه التثبيت الداخلي؟ اول حاجه طالما انا هعمل تثبيت داخلي يبقى انا هفتح وهتبقى العظمتين المكسورين قدام عينيا، والعظمتين المكسورين اللي قدام عينيا ده اهوت انا شايف العظم قدامي اهوت، هقدر ارجعه للنورمال اناتوميكال بوزيشن. انا همسك كل عظمه واعمل تراكشن وكاونتر تراكشن، ففي الحاله دي لازم ارجعها بنسبه 100% لوضعها الطبيعي لان انا شايفها قدام عينيا. كمان وانا بفتح لازم اخد بالي ان انا لازم اعمل بريزرفيشن للادوك بلا سبلاي، ما اقطعش في اي بلاد فيزلز بيغذي المكان بتاع جراحه العظم. بعد ما فتحت ورجعت الكلام دوت لوضعه الطبيعي لازم اعمل ستيبل فيكسيشن، ستيبل فيكسيشن. كمان الرقم الاخير ده فري موبيلايزيشن اوف ماسل اوف جوينت، دي بترجعنا للجزء بتاع المحاضره اللي فاتت ان احنا كنا عايزين نقول للناس حاجه في التثبيت بتاع الكاست، ان خلي بالك ان التثبيت بتاع الكاست من عيوبه ان بعد ما تفك الجبس الحيوان مش قادر يمشي على رجله،
طب ليه مش قادر يمشي على رجله؟ نظرا لان ممكن بعد التثبيت ده هو يعمل لك انكلوزس للجوينت، عمل انكلوزس، عمل تيبس في المفاصل، المفصل اللي فوق واللي تحت المكان بتاع الكسر اللي انت مثبته باستخدام الجبس اللي حصل لهم متثبتين في الوضع ده بقى لهم شهر ونص ولا شهرين، فتثبيتهم لمده شهر ونص او شهرين بدا يعمل ايه؟ بدا يخلي المكان ده هو يحصل فيه انكلوز. في حاله التثبيت الداخلي المفاصل والعضلات فري، فما فيش فيها اي مشكله، ما بيحصلهاش اي مشاكل، ففي الحاله دي المفصل طبيعي، الحيوان بعد ما يحصل كومبليت هيلينج بيتحرك حركه طبيعيه. الديس ادفانتج زي ما احنا قلنا ان الموضوع ده بيكون مكلف، محتاج خبره، والخوف من عمليه الانفكشن. اول حاجه تعالوا نتكلم على الليج سكرو او البني سكرو، ده منه نوعين، يا اما كورتيكال يا اما كانسيلس. انا بستخدمه عشان اثبت بيه الابيفيزيال او الكوندايلر فراكشر. لو انا عندي كسر في الابيفيسز كده في راس العظمه، عشان اثبته اثبت الكسر في راس العظمه دوت هثبته باستخدام ليج سكرو. او لو انا عندي انتر كوندايلر فراكشر فاصل ما بين الاثنين كوندايل، عشان ارجع الاثنين كوندايل دول لبعض همسكهم في بعض باستخدام ريدكشن فورسيبس. وبعد ما امسكهم في بعض باستخدام ريدكشن فورسيبس ابدا اثبتهم باستخدام بين سكرو او ليج سكرو. كمان بستخدمه لو انا عندي او دايافيزيال فراكشر، في الحاله دي برضو هثبته باستخدام الليج سكرو. طيب انا هعمل العمليه دي ازاي؟ انا هفتح وهوصل ليه المكان المكسور، سواء كان المكان ده هو انتر كوندايلر فراكشر، هفتح واطلع الكوندايل بتاع العظم وامسكهم مع بعض باستخدام ريدكشن فورسيبس. ولو كان المسمار بتاعك مسمار سيلف تابنج، هو بيعمل تابنج لنفسه، هبدا امسك المسمار بتاعي بالسكرو درايفر وابدا اربط المكان ابدا اربط العظمتين ببعض. زي ما انت شايف كده عندي الاثنين كوندايل اهوت، انا اقدر اثبتهم باستخدام الليج سكرو. او ان انا ممكن اعمل له تراك، اجيب البومطه بتاعتي اللي هو الدريل بيت وابدا افتح له فتحه في العظمتين في الاثنين كوندايل، افتح الاثنين كوندايل قدام بعض باستخدام الدريل بيت. طب الدريل بيت في الحاله دي هستخدمها مقاس كام؟ لو انا هثبت مسمار مقاسه 3.5 هستخدم دريل بيت مقاس 2.7، هفتح بدريل بيت مقاس 2.7 وبعد كده هدخل بالمسمار بتاعي اللي هو سيلف تابنج، هو هيعمل تابنج لنفسه، هيقلوص لنفسه، وابدا اربط الاثنين كوندايل ببعض. في الحالة دي لازم اتأكد ان جزء من المسمار 2/10 خرجوا بره الاذر فراجمنت، يعني رفع المسمار في ناحية واثنين من عشرة من المسمار خرجوا من في الناحية التانية. في الحالة دي يبقى انت ثبت المكان مع بعض مظبوط. زي ما انت شايف كده لو انا عندي الكسر في الصورة الاولانية ده عبارة عن ايه؟ الكسر اللي تحت ده عبارة عن انتر كوندولر فاكشر، والكسر اللي فوق ده عباره عن سوبرا كوندولر فراكشر. فلو انا عايز اثبت الاول انتر كوندولر فراكشر ببعض، قلنا هنستخدم بالريدكشن فورسيبس امسك العظمتين في بعض، وبعدين هجيب المسمار بتاعي واجي بيه البنطه اللي هي دريل بيت وافتح له فتحه، ولو المسمار سيلف تابنج ادخل بالمسمار نفسه بحيث ان المسمار راسه هتبقى ظاهره في الجزء الاولاني واثنين من عشره منه خارجين في الجزء الثاني. طب انا عندي الجزء بتاع السوبرا كوندولر فراكشر ده هثبته باستخدام ايه؟ هاجي باستخدام كي واير واعمل له كروس بين تكنيك، اجي بالكي واير كده واجي في الكوندويل الاولاني وادخل في الكوندويل واثبت الدوتر بيس مع المذر بيس، اثبت البنت مع امها، يعني البنت مفصوله عن امها كده، عشان اثبت البنت مع امها اعمل ايه؟ اجي ادخل في الدوتر بيس واطلع في المذر بيس، وفي الناحيه الثانيه ادخل في الدوتر بيس واطلع في المذر بيس. يبقى انا كده في الحاله دي ثبت الانتر كوندولر فراكشر باستخدام ليج سكرو، والسوبرا كوندولر فراكشر باستخدام الكروس بين تكنيك باستخدام كي واير. زي ما انت شايف معايا كده اهوت، ادي العظمه الكوندايل بتاع عظمه الديست اكستريميتي بتاع عظمه الفيمر مكسوره من المنتصف ومكسوره من عند الرقبه، يبقى ده انتر كوندولر والسوبرا كوندولر فراكشر. عملنا ريدكشن باستخدام
ان انا مسكت الاثنين مع بعض برودكشن فور سيبس، وبعدين جيت عملت بالدريل بيت بتاع الفتحه اللي احنا قلنا هنستخدم دريل بيت مقاس 2.7 من 10، وبعدين ثبتنا مسمار مقاس 3.5، والمسمار زي ما انت شايف في جزء منه طالع من الاذر سايد، وجينا على السوبرا كوندولار فراكشر من بره المفصل دخلنا بيه الكي واير وطلعنا في المصدر بيس، ومن الجزء الثاني من بره المفصل دخلنا في الدوتر بيس وطلعنا في المصدر بيس. ادي الشكل بتاعي، يعني لو انا عندي كسر في راس العظمه بتاعت الفيمر وعايز اثبته، قلنا هنثبته في الحاله دي باستخدام ايه؟ باستخدام لاج سكرو، واحيانا ممكن نستخدم مع اللاج سكرو وشر. وشر يعني ورده. ان انا خايف ان المسمار بتاعي الراس بتاعته تغطس جوه العظمه فيبقى لوز، ففي الحاله دي بستخدم له وشر عشان امنع السينكينج بتاع الهيد بتاع اللاج سكرو. الحاجة اللي بعد كده اللي هو البون بليتنج، انا عايز اثبت المكان بتاع الكسر بتاعي باستخدام شريحة، ودي من تسبيكات الايديال لانها بين كيلر وبتخلي الحيوان يرجع لوضعه الطبيعي، وممكن يعمل بيرنج ويت بعدها باسبوع مباشرة، يقدر يحمل على الرجل ويقدر يمشي عليها مباشرة، ودي بتبقى قدام الاونر كأنها سحر لان انت مثبت بين كيلر الاثنين فراجمنت ما فيش ما بينهم من بعض اي احتكاك، فبالتالي ما فيش بين على الحيوان. قلنا الانواع بتاعتها النيوتراليزيشن بليت والديناميك كومبريشن بليت والباترس بليت بالاشكال بتاعتهم المختلفه. طيب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنجهز كويس، هنخدر الحيوان تخدير مظبوط، هنبدا نعمل اوفر ريدكشن، هنفتح. طب افتح فين؟ دي برضو من الحاجات المهمة، ان انا لازم ابقى عارف الابروتش بتاع كل عظمة من العظم المختلف بتاع الجسم. زي مثلا لو انا هفتح في عظمة الفيمر، الفتح بتاعي بيبقى كلين لاترال وبسلك ما بين العضلات وبعضها لغاية لما اوصل للعظمتين او الاثنين فراجمنت المكسورين، وابدأ امسك كل عظمة منهم بون هولدنج فور سيبس، وبعد كده بعد مسكت كل عظمة بون هولدنج فور سيبس اعمل تراكشن وكاونتر تراكشن كذا مرة لغاية لما اعمل فتيج للعضلات واقدر ارجع العضلتين لوضعهم الطبيعي، وبعدين اجيب الشريحه بتاعتي سواء كانت زي ما اتفقنا 3.5 او 2.5 على حسب حجم العظمه بتاعتي. دايما احنا افضل حاجه بالنسبه للكلاب بتاعتنا اللي وزنها من 15 ل 25 كيلو دايما بنستخدم الشرايح 3.5. وبعد كده بعمل اكس راي. طبعا الاكس راي هنا مهمه عشان اقدر استخدم او اقدر احدد حجم الشريحه هتبقى كام فتحه على حسب طول العظمه المكسوره وطول كل فراجمنت على حده، وبرده الاكس راي بيحدد لي حجم المسمار اللي انا هثبت بيه الشريحه. يعني لو انا مثلا عملت اكس راي 90 وطلع مقاس العظمه بتاعتي 3.2 وعند الشريحه 2.1 يبقى 2.1 مع 3.2 يبقى كده 3.4، وانا محتاج ان المسمار بتاعي يخرج كمان 2 مللي، يبقى في الحاله دي استخدم مسمار كام؟ 3.6. طبعا برضو من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها ان انت لما بتيجي تثبت الشريحه بيبقى عندك الانسترومنت بتاعتك اهيت، بيبقى عندك الدريل بيت بالمقاسات بتاعتها المختلفه 2.5 و2.7 و3.5 على حسب الحاله اللي انت هتستخدمها، وكمان عندك التاب اللي انت هتقلوص بيه للاماكن بتاعت المسامير، وعندك السكرو درايفر اللي انت هتربط بيه المفكات اللي انت هتربط بيها بالمقاسات بتاعتها المختلفه سواء كانت 2.5 3.5 4.5، وعندك كمان اللي في الجنب ده عباره عن الدبس جيج اللي انت ممكن تقيس بيه طول المسوار اللي انت هتستخدمه بعد ما تفتح الفتحه بتاعته باستخدام الدريل بيت. ممكن ادخل الدبس جيج واقيس طول المسوار عشان احدد طول المسوار اللي هستخدمه في كل حال. يعني زي ما انا شايف معايا كده دي حاله مكسوره اهي فيها اوفر رايدنج فراكشر في عظمه الفيمر بتاع الدوج، وعملنا تراكشن وكاونتر تراكشن ورجعنا العظمتين لوضعهم الطبيعي. وبعدين قلت والله خلاص الحجم مناسب ان انا هستخدم دايناميك كومبريشن بليت 6 فتحات بحيث ان يبقى عندي 3 فتحات في الابر فراجمنت و3 فتحات في اللور فراجمنت. لما جينا نحط الشريحه على العظمه لازم اخد بالي من حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اطبع الشريحه على العظمه، ما يبقاش في فراغ ما بين الشريحه وبين العظمه، لان لو في فراغ عندي هتبقى الشريحه مقنطره.
في حالة ان الشريحة بتاعتك مقنطرة مع اي حركة غلط ممكن يحصل لوز للمسامير من العظم بتاعك او ممكن المسامير تكسر في العظم، فببدأ اطبع الشريحة على العظم باستخدام البليد بندر اللي عامل زي علامة الفيسبوك كده، ادي البنط تاني هي، وادي القلاوز بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه، وادي المفكات هي، وده ممكن استخدمها عشان اطبع بيها، تجيب حاجة زي شريحة بلاستيك كده ممكن تطبع بيها او تاخد بيها موديل على العظمة وبعد كده تعملها على الشريحة، وتجيب البليد بندر اللي عامل زي علامة الفيسبوك كده وتبدأ تبني الشريحة لفوق والتحت على حسب انت عايز شكلها عامل ازاي، وبعدين تحطها على العظمة، لقيتها مظبوطة تشتغل، لقيتها مقنطرة تبدأ تجيبها وتطوعها تاني باستخدام البليد بندر. بعد ما طبعت الشريحة مظبوط على العظمة بتاعتك وتنيتها مظبوط، بنبدأ نستخدم الشريحة بالبليت هولدنج فورسيبس. وقلنا اتفقنا ان الشريحة هتبقى ثلاث مسامير يمين وثلاث مسامير شمال، وفي المنطقة اللي في المنتصف في الشريحة بتبقى عريضة شوية، الجزء العريض ده هو الجزء المقابل للكسر، عشان لو انا استخدمت اي جزء تاني هيبقى ضعيف شوية في عرضة انه ممكن يحصل له تاني، فلازم استخدم الجزء العريض من الشريحة هو الجزء المقابل للكسر. فببدأ التثبيت بأنهي مسامير؟ بأي مسمار ولا في مسامير معينة؟ أول مسمارين عندي هما المسمارين اللي في المنتصف اللي على جانبي الكسر يمين وشمال، وفي الحالة دي المسمارين دول بثبتهم تثبيت اكسترنسك. التثبيت فيه من نوعين، سواء هو اكسترنسك أو سنترال، يعني تثبيت جانبي أو تثبيت في المنتصف. اللي على جانبي الكسر بيبقى تثبيت جانبي. تثبيت جانبي يعني ايه؟ يعني هاجي على طرف الفتحة بتاعة الهول بتاع الشريحة وادخل بالدريل بيت بتاعي على اللاترال اسبكت يمين وعلى اللاترال اسبكت شمال، ادخل بالدريل بيت، ففي الحالة دي الفتحة فتحة ايه؟ جانبية اكسترنسك. وبعد كده بجيب المسامير بتاعتي واثبتها. بقية المسامير بتبقى سنترال. طب ايه الفكرة؟ ليه المسمارين الاولين يبقوا مسامير جانبيه؟ المسمارين اللي هم مسامير جانبيه لما اجي اربط كل ما اربط عشان المسمار الراس بتاعته تسقط جوه الفتحه بتاعه الشريحه، اللي هيحصل هيبدا يقرب لك العضمتين على بعض ويمنع وجود اي فراغ ما بين العضمه. زي ما انت شايف كده، ممكن زي ما اتفقنا ان انا استخدم الادله هي عشان تحدد لي المسمار سواء هو سنتر او سنتريك، وابدأ اهوت اجيب الدبس الجيج عشان اقيس طول المسامير لو انا مش قايسها من على الاكس راي من بره، اجيب الدبس جيج وابدأ احدد المسامير بتاعتها هي، بحيث المسمار زي ما اتفقنا لازم يطلع من الشريحه من الازر كورتكس 2.10 ملي، وابدأ اثبت اول مسمار اهو. اتفقنا ان انا هحط المسمار 3.5، افتح بدريل بيت 2.7 بالعشرة، وبعدين اقلص ايه بنفس بتاع المسمار القلاوز بس، يعني القلاوز هيبقى 3.5، وبعد كده المسمار 3.5 والسكرو درايفر 3.5. تمام يا جماعه كده؟ يبقى انا اول حاجه هفتح فتحه بدريل بيت 2.10 وبعدين القلاوز 3.5 وبعدين افتح مسمار 3.5 درايفر 3.5. دي مقاسات المفروض تشتغل وتبقى جاهزه عندك. لحظه انت شايف، هبدا استخدم اول مسمارين، وقلنا المسامير دي بتبقى اكسترنسك وبعد كده المسامير الباقيه بتبقى سنترال، يبقى انت كده ثبتت الشريحه بسهوله جدا. طبعا الشريحه الكسر عندك او العظمه لو موجوده بره سهل ان انت تثبتها تثبيت مفيش بعد كده. المشكله في التثبيت الداخلي هو وجود السوفت تيشو ووجود النيرف ووجود البلاد فيزلز اللي لازم تاخد بالك منها كويس جدا، ولازم تفصلها بهدوء، ولازم تبعد البلاد فيزلز من غير ما تعمل لها اي انجري عشان لما ترجع العظمه لوضعها الطبيعي عمليه الهيلينج بروسيس ترجع بسهوله. اهو ادي اول ما قلنا في سنترال وفي اكسترنسك، اول مسمارين على جانبي الكسر هما اللي بيبقوا اكسترنسك. ادي شكل تاني اهوت لو انا عندي كسر، ممكن يعني لو انا عندي كسر في الراديوس والانا ممكن اثبت عظمه الانا باستخدام الشريحه، وعظمه الراديوس ممكن اثبتها، لا عظمه الراديوس اثبتها بمسمار وعظمه الانا اثبتها بشريحه، او انا اثبت العظمه بتاع الانا ممكن اثبتها بشريحه والعظمه الثانيه اسيبها بدون تثبيت، ودي اكت از بلانت للازر بول. ادي صوره الاشعه بتاعتها بعد التثبيت لو انا ثبتها بس بشريحه، وادي صوره ثانيه لو انا ثبتها بالشريحه والمسمار. كمان عندي من الانترنال فيكسيشن
الاكسترا مداري عندي البون كوتشرينج او البون وايرينج. طيب زي ما اتفقنا اهوت الانترنال فيكسيشن في حاله الوايرنج او البون سوتشر قلنا ده ان احنا بنستخدمه على مستوى الفلات بون. لو انا عندي كسر في عظم فلات زي في عظمه الاسكابولا او في عظم الحوض وقلنا ان احنا هنثبته باستخدام الواير، ففي الحاله دي اقدر اجيب الواير ده هو واعمل بيه سوتشرنج للمنطقه بتاعه الفلات بون. هفتح باستخدام دريل بيت وابدا اعمل انسرشن للواير بتاعي، اجيب الدريل بيت كده وافتح وابدا اعمل انسرشن للسيركلاج واير بتاعي، او ممكن في العظمه نفسها الف حواليها لو انا عندي مالتيبل او كوميونيتي فراكشر، وقلنا ان احنا هنستخدم معاه شريحه وثبتنا مسمارين من الاول ومسمارين من الاخر والمنطقه اللي في المنتصف العظم فيها متكسر، هلم العظم ده شريحه كده باستخدام السيركلاج واير. السيركلاج واير ده ممكن يبقى فول سيركلاج واير، هلف حوالين البتاع واجيب بالنيدل هولدر كده والفه كويس وبعدين اقطع الجزء الزياده من السيركلاج واير وبعدين اتنيه على العظم اللي موجود عندي عشان ما يعطش اي مشكله في العظم، او يكون في نص العظمه كده تاني سيركلاج، ففي الحاله دي هدخل بالبنطه بتاعتي وافتح فتحه في العظمه وادخل منها المسمار وابدا الفها حوالين العظمه. هتبقى دي هيمي سيركلاج واير. عندي كمان من الحالات المهمه جدا ان يكون عندي افالجن فراكشر. قلنا الافالجن فراكشر ان العظمه المكسوره اكت از انسرشن لتندر او ليجامنت. فاكت از انسرشن لتندر او ليجامنت. لما تتكسر اللي هيحصل؟ التندر او الليجامنت هيحركها من مكانها. فدي لازم يبقى لها تثبيت معين باستخدام التنشن باند وايرنج. انا هاجي في العظمه المكسوره لو الجزء اللي فوق ده هو المكسور، ده عباره عن الجريتر تروكانتر بتاع عظم الفيمر، لو هو اللي مكسور هعمل ايه؟ هثبت الجريتر تروكانتر او العظمه بتاع الدوتر بيس الصغيره دي في المظهر بيس، هستخدمها باتنين كواير، هاجي بمسمارين كواير كده وادخل من الدوتر بيس من العظمه الصغيره للمظهر بيس العظمه الكبيره اهو، ومسمارين كده اثبت العظمه الصغيره في العظمه الكبيره، وبعدين اجي بالدريل بيت بتاعي واروح داخل في المظهر بيس، اروح فتحه في المظهر بيس، وبعدين ادخل من خلال الفتحه دي ادخل من خلالها الواير اهو، دخلت الواير من خلالها بالشكل ده كده، وبعدين الف الواير حوالين المسمارين اللي فوق باستخدام 8 فيجر، عشان كده احنا قلنا عليها 8 فيجر تنشن باند على شكل حرف الثمانيه كده اهو، وبعدين اربطهم مع بعض من الجنبين واحرقهم جامد كده. لو التندل موجود في المنطقه اللي تحت موجود اللي تحت الواير على طول، لو التندل حاول يشد ايه اللي هيحصل؟ الواير مع المسمارين هيمنعه من الحركه تماما، وده بيساعد على عمليه الهيلنج بروسيس، وده بيبقى الشكل النهائي بتاعها بقول عليها ايت فيجر تنشن باند. وبعد كده المسامير الباقيه او الزياده من المسامير بقطعها وبتنيها، او ان انا بعمل سوتشرنج زي ما انت شايف كده في حالات الكاس في الاسكابولا بتاعه الحيوان. وكمان من الحاجات المشهوره جدا ان ممكن يكون الكاس في المانديبولار سيمفسز، الاثنين رماي بتوع المندبل كده في فاصل ما بينهم، نتيجه خبطة الاثنين رماي اتفصلوا من بعض، فانا عايز ارجعهم لوضعهم الطبيعي. فارجعهم ازاي؟ ان انا بلف حواليهم بواير، ودي مشهوره جدا في الجمال، من الحالات المنتشره بسرعه عاليه جدا في الجمال. بعد اي خناقه ما بين الجمال ممكن تلاقي يا اما المندبل اتكسر يا اما الفك فصل من بعضه من الاثنين رماي، فممكن تثبتها باستخدام الواير. من الحاجات المهمه برضو والسهله في التعامل هو الانتراميدالاري فيكسيشن او الانتراميدالاري بيننج. انا في الحاله دي عايز اثبت تثبيت داخلي باستخدام مسمار نخاعي، هدخل مسمار داخل الميدالاري كافيتي. طب في الحاله دي انا هعمل ايه؟ انا هعمل اكس راي، لكن في الحاله دي مش هقيس حجم العظمه كلها، انا هقيس حجم الميدالاري كافيتي من جوه لجوه. بدل ما كنت هناك بقيس من الاوتر كورتكس للاوتر كورتكس، هنا اقيس من الانر كورتكس للانر كورتكس عشان اقيس حجم الميدالاري كافيتي
لو المدلع الكافيتي مقاسه طلع 1/10 تقريبا هستخدم مسمار نفس الحجم بتاع المدلع الكافيتي عشان يمنع الروتيشن بتاع العظم. يبقى في الحاله دي انا هفتح المكان بتاعي، اطلع الاثنين فراجمنت همسكهم ببون هولدنج فورسيبس ريدكشن وكاونتر ريدكشن، وبعدين اجي في الابر فراجمنت وادخل بالمسمار بتاعي، اجي كده بالدريل وادخل بالمسمار واطلع في الابر فراجمنت لبره. اهم حاجه ان المسامير بتاعتي تبقى فوق بعيد عن المفصل وتحت بعيد عن المفصل. بعد ما طلعت المسمار من فوق وما بقاش فيه في منطقه الكسر اي مسامير، برجع العظمتين في وش بعض، وبعدين الاسيستنت يزق لي المسمار نورمال جريد، يرجع لي المسمار عكسي ويوقف قبل المفصل. طب مين يحدد لي الكلام ده؟ ان برضو قبل ما اقص المسمار هعمل اكس راي، وبعد ما اتاكد من الاكس راي بتاعي ان المسمار بعيد عن المفصل تماما هبدا ايه اقص الزياده منه. طب المسمار لو بعيد بمسافه بعيده، هاجي على الاسيستنت بقول له زق لي المسمار كمان شويه لقدام، وبعدين اعمل اكس راي واتاكد ان المسمار واقف قبل المفصل تمام. طب لو المسمار دخل جوه المفصل، برضو بعد ما اعمل اكس راي بسحب المسمار لورا شويه عشان اتاكد ان المسمار بعيد عن المفصل تماما وما بيعكش الحركه بتاعته. هذا هو الشكل بتاع الانترا مدلعي بيننج في كسر في عظمه الهيومرس زي ما انت شايف معايا كده، ان الابر فراجمنت هو بعيد عن المفصل تماما وفي اللور فراجمنت بعيد عن المفصل تماما، ممكن استخدمه في السلميات بتاعه الحيوان. طب لو انا عندي كومباوند فراكشر، افضل تثبيت للكومباوند فراكشر هو استخدام الاكسترنال سكيليتال فيكسيشن. لو انا عندي كومباوند فراكشر ومعاه جرح كبير ومعاه مايكروجانيزم، افضل حل عندي ان انا عشان وجود الانفكشن والتثبيت الداخلي، قلنا ان مشكلته دايما في وجود الانفكشن، ففي الحاله دي هستخدم الاكسترنال سكيليتال فيكسيشن. دي بعض الصور من الدورات اللي احنا كنا عاملينها. كده انا خلصت، لو حد عنده اي استفسار يا رب يكون الموضوع مفيد بالنسبه لكم. دكتور محمد لو في اي استفسارات اتفضلوا. شكرا جدا يا دكتور على المحاضره الجميله دي. الله يبارك فيك يا دكتور. شكرا جدا بجد، محاضره ممتعه. لو حد عنده سؤال يعمل زي عندك يا جماعه ونفتح له المايك. في دكتور حماده معانا، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عبد الحليم، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك حماده، الله يكرمك. معلش هم بس سؤالين في الجزء الاول من المحاضره. اول شيء في ساعات بعد ما نعمل تثبيت بيحصل ليمنس، الحيوان برضه رجله مش مظبوطه، ففي الحاله دي اقدر افك مثلا الجبس او مثلا الكاست واكسر العظم واعيد التثبيت، وده بيحصل بعد كام يوم؟ هو احنا اتفقنا ان الاكس راي لازم يحدد لي كويس جدا ان انا رجعت العظم وضعه الطبيعي. ما في الطبيعي يا دكتور، لكن العيادات عندها امكانيه الاكس راي. لا يا دكتور، ابعت مركز اشعه بشري عياده ثانيه، لكن فكره ان انا اثبت وبعد ما يعمل فولتي كلاس فورميشن اكثر، في الحاله دي انت كنت عامل له كاست تمام كده، وفي المرحله الثانيه مش هنعمل له كاست. يعني في المره الاوليه كان تكبيس، في المره الثانيه عشان اكثر هتبقى جراحه داخليه. تمام كده واصل يا دكتور حضرتك؟ فاهم قصدي؟ يعني في المره الاوليه انا عملت له جبس كلفته 400-500 جنيه. في الحاله مش هينفع غير نعمل له تثبيت داخلي. يعني تمام. في اول مرحله كان قصة عادي، عشان ارجع وتبقى العظمه لحمت غلط والرجل لحمه مش مظبوط، في الحاله دي مفيش حل غير تثبيت داخلي. والتثبيت الداخلي لو هي العمليه مثلا سيف الوضع الطبيعي بتتكلف 5، في الوضع اللي حضرتك جايبها لي بيتكلف 10. تمام، فاهم حضرتك؟ فاهم قصدي؟ يعني لان دي عمليتين مش عمليه واحده. وبالمناسبه الكسر اصعب بكتير جدا 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 من التثبيت. يعني عشان تكسر الفولت كلس دوت هتلاقيه من اصعب ما يكون، لان انت هتكسر رجل كسر تماما وهتيجي على شفه العظم تكحتها بالمبرد تبردها كويس جدا عشان تقدر ترجعها للنورمال اناتوميكال بوزيشن مره ثانيه. فده بيبقى اصعب بكتير جدا، وبنمضي الاونر على اقرار وبنقول له انت المسؤول، ويقول لك بقى ربنا يسامحه اللي عمل واللي سوى. فاحنا يبقى بالاول لازم نعملها مظبوط، او ان احنا نخلينا نبعد عن الجزء ده. لازم يبقى معايا اكس راي، يروح في اي عياده، يروح اي مكان، اعمل لي اكس راي وهات لي الاكس راي وانا اقول لك بيها تعمل فرح.
لكن انا عاملها اجتهادي وبعدين لما تبوظ لما باظت هو غصب عني راح عمل اكس راي اللي اثبت لي ان انا العظم لحم غلط الاكس راي. فوجود الاكس راي للمره الثانيه ده كان المفروض يتعمل في اول الحاله. تمام تمام كده تمام. السؤال الثاني بس سريعا في عجاله حضرتك. دايما بيجينا في الحيوانات اللي هي مسكليتشر زي مثلا الابقار الكبيره او حتى الخيول لما يكون في كسر في البلاك بون زي الاسكابيولا، انا في الحاله دي مش بقدر اجبس صعب، فهل الخزام في الحاله دي مفيد ولا ما لهوش يعني فايده كبيره؟ لا الخزام ملوش علاقه بالكسر ولا بالقريب ولا من بعيد. والله دي معلومه من الدكتور، يعني احنا ممكن نعمل خزام على العظمه المقطوره والعظم بيحصل هيلينج. لا 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 الكلام ده مش مظبوط. التعامل ازاي في الفلات بون؟ لازم افتح واثبت، افتح واثبت تثبيت داخلي، لكن مفيش امكانيه ان احنا نثبت خارجي ابدا. لا هنا مفيش تثبيت خارجي في الجزء الهيفي ماسكوليتشر، مفيش يعني لو انا عندي مثلا كسر في منطقه عظمه الفيمر مفيش حاجه اسمها تثبيت خارجي. لو انا عندي كسر في عظمه الريديا الهيومرس، عندي كسر في الاسكابولا، ده مفيش تثبيت خارجي، لازم تثبيت داخلي. تمام شكرا. التثبيت الخارجي هيبقى في الجزء اللي تحت. مظبوط شكرا يا دكتور، الف شكر، بارك الله فيك. تحت امرك تحت امرك. دكتور عبد الرحيم حابب تدخل تشغل الفيديو واحنا بنعرض الاسئله؟ دكتور عبد الرحيم. نعم اه لو عايز اعمل فيديو ما عنديش. حابب تشغل ال ولا اي مشكله خالص؟ طبعا حابين نشوفك. قول لي اعمل ايه بس وانا معاك. انت هتعمل تفتح الكاميرا ستارت فيديو تمام معاك. ايوه بالظبط. ايوه تمام ماشي يا باشا. معانا دكتوره جهاد، اتفضلي دكتوره جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ازيك يا دكتور؟ ربنا يجازيك خير يا رب ويبارك لك ويزيدك من فضله وعلمه يا رب. بقول لحضرتك لو انا عندي حصل مانديبولار فراكتشر في دوج او كات، القطط بتنط فبقها بيتكسر. تمام تمام. ازاي اقدر بيكسر من عند السنين من النص كده من عند الفايسوس؟ من عند السيمفسز من الفاصل ما بين الاثنين رماي. صح كده؟ من الفاصل ما بين الاثنين رماي من تحت اللي هو الفاصل ما بين الانسايسور وبعضها. طيب انا بعمله ازاي؟ انا باجي بواير بسيركلاج واير ورا الناب. سيركلاج واير ورا الناب يعني اللي هيحكم ان السيركلاج بيقع عشان السنان هو وجود النابنج يمين وشمال. تمام كده؟ والف بالسيركلاج واير وادخل تحت الايه؟ تحت الجلد من بره، يعني هدخل من بره من جوه اهو بحيث ان السيركلاج واير يسقط لي في المنطقه دي. واصله يا دكتوره؟ يعني هاجي من تحت كده وافتح فتحه صغيره في المشرط. الفتحه الصغيره دي هعدي منها مين؟ هعدي منها السيركلاج واير. بالمناسبه السيركلاج واير ممكن يبقى بابره. يعني ادخل بالسيركلاج واير كده والف واعدي من ورا الناب يمين وشمال وبعدين ادخل من تحت هنا والاثنين يتقابلوا واروح جاي اعمل لهم تويستنج ومغطسهم واخد غرزه واحده عليهم. يقعد قد ايه يا دكتور على ما يلقيني؟ انا اقول لهم افكه بعد قد ايه؟ برضه هو الافضل الاكس راي بس هو يعني ما بيزيدش عن شهر. الحيوان بياكل وبيعيش بيه طبيعي ولا في اي مشكله خالص زي التقويم كده. شكرا لذوقك، انا اسف لازعاجك. شكرا لحضرتك. تحت امرك تحت امرك. شكرا دكتور غاد. معانا دكتور معز. معز البسيوني. السلام. ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك انت كنت قلت ان لو احنا عملنا تكبيس دول من الديان ستيم، طب لو احنا كنا عملنا بعد البحث ديت وما لقناش حصل ايه فدي يبقى مصيرها ايه؟ معلش والله بس انا كلها حالات ضايعه خلي بالكم. سؤالك تاني يا دكتور معاذ معلش. بقول لحضرتك لو احنا جبسنا وقعدنا من 40 ل 60 يوم وبرضه ما حصلش هيلينج يبقى دي ايه مصيرها ولا ايه؟ مش دي ايه مصيرها، ده مليون يوم. ده انا شخصت غلط من الاول ان كان موجود سوفت تيشو باند ما بين العظم وبعضه وانا ما حسبتش حساب الموضوع ده وجبست على الوضع ده،
فده كده الحاله دي مليون يوم. وفي الحاله دي انا جبست وكذا وما حصلش هيلينج، بعمل ريليز للجبس واكد على الاونر مفيش حل غير الجراحه الداخليه. تمام يا دكتور. طب بقول لحضرتك كان في حاله قطه كده جت لنا، بس هي كانت هو عملها بدلتا مسرين وهي لما تكون شابت منه او حاجه، فحصل رعشة وريالة وكده، فاحنا تعاملنا بأطروبين وبدبو بي. وبعدها تاني يوم كانت رعشة مستمرة، فاحنا قررنا تاني الأطروبين 2/10 برضو تاني الجرعة. النهاردة جيت الرعشة خفت شوية، قلت بقت 36.5 وبقت يعني مرخية خالص كده، مش قادرة تصلب طولها وكل شوية كده يجي لها لما يكون ضربة وبعدين يقل تاني. لا دي قصة ثانية، ده تسمم، ده ملوش علاقة خالص ولا بالكسور ولا الكلام ده. ده أصلا كالتسمم بالدلتا مسترين أو بمثلا الإفريزين البشري في القطط، وبعض الأحيان بيعمل كومبليت باريسس، تلاقي الحيوان مش قادر يتحرك تماما لأنه حصل عنده شلل تام. ده محتاج بقى تدخل مظبوط لعلاج التسمم دهوت باستخدام المحاليل، وان انت تدي حاجه ترفع درجه حراره الجسم لو درجه الحراره اقل من الطبيعي، وتستخدم الفحم النشط، وتستخدم انتيبيوتيك للماده اللي حصل بيها التسمم. وطبعا لو على الجسم موجود فيه اي جزء منها طبعا لازم تشيله تماما، بحيث ان ميبقاش في جزء تاني بيمتص من خلال الجسم بتاع الحيوان. تمام، ادينا انتيبيوتيك اللي هو الاتروبين. تمام، علق محاليل بقى وشوف درجه حراره الجسم، شوف الوضع بتاعها عامل ازاي، ادي فحم نشط، يعني ابدا اتعامل معاها زي التسمم. درجه الحراره 36.5، فاحنا اتعاملنا بدور الجلد. في حاجه حضرتك نعمل بيها؟ لا لازم وريد المحاليل، لازم وريد في حاله زي دي، لان الحاله كده متاخره. في حاله زي دي لازم يبقى المحاليل وريد. تمام، طب تاخدنا مثلا كم ملي؟ قولي يا باشا؟ تاخد لها كم ملي مثلا وريد؟ على حسب الوزن بتاعها. تمام يا باشا، حسب الوزن هنودي القطه ونعمل استيميشن للدهايدريشن اللي موجود، ونبدا نتعامل مع المعادلات بتاعه الفلويد ثيرابي بالطريقه المظبوطه. تمام يا دكتور، تحت امرك. الف شكرا يا دكتور، تحت امرك. شكرا يا دكتور معاذ. معنا دكتور ابراهيم هارون، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك سلامات. لو سمحت دكتور، لو كان في فراكشر في الفيمر، فانا بخلي وانا عملت بركب انترا ميدلري، بخلي اتجاه المسمار اللي خارج بره الجلد اتجاه الهيب ولا اتجاه الستايفل؟ لا طبعا اتجاه الهيب. الستايفل ازاي؟ المسمار في حالة الانترا ميدلري بتاع الفيمر بالذات ده مدخله معروف، لان انت لما بتدخل من الفراجمنت بيدخل في الابر فراجمنت، فلما بيطلع ما بين الرأس في المفصل بيطلع لسه العظم اللي في عملية انا كنت عاملها، بس انا كنت صايم يعني، فعملت العكس. لا العكس كده حصل هيلينج. لا هو ما دخلش لا هو ما دخلش في الستايفل، هو طالع قبل الستايفل، هو المسمار طالع قبل الستايفل. والهيلينج حصل 100، انا لسه شايل المسمار النهارده، هو الهيلينج في الاكس راي 100%، لكن لسه القطه ما بتدوس، يعني هي لسه ما اعرفش البروجنوسيس ايه. بص يا دكتور، القطه لسه ما بتدوسش على الرجلين. العظمه بتاعت الفيمر معايا اهي، المسمار في الحاله دي هيخرج ما بين راس العظم وما بين الجريتر تروكانتر، لكن لو انت نزلت من تحت فالعظمه دي اللي هيحصل فيها المسمار المفروض يدخل في وسط العظمه بالظبط. صغيره تمام. اهم حاجه ان انت تبقى طالع بره بس المستقبل ده. لا مش هيبقى طالع، انا الغلطه وانا بقول حضرتك اهم حاجه ان المسمار هتعدي بامر، لا ما دخلش، بس اهم حاجه ان المسمار يبقى بعيد عن الطيف الجوي. طيب بالنسبه دكتور، لو انا في كسر في الفريدياس او التيبيا او الحته اللي هي بره اللي مش فوق، يعني المسمار ممكن الانترا ميدلري بينفع ولا في الحاله دي ما بينفعش؟ لازم الانترا ميدلري بينفع، بس في حاله التيبيا والريدياس والانا الافضل بلي. طبعا هو طيب افضل اختيار على الاطلاق.
ايه هو اللي هو اللي انت ارخص عشان كده ما هو مش فكره ارخص بس الانترا مدلري من عيوبه ان ممكن يحصل روتيشن انستابيليتي يعني ممكن العظم يلف من حواليه فلو العظم لف من حواليه هيبقى ما رجعش للنورمال اناتوميكال بوزيشن عشان كده احنا دايما ننصح الناس يا جماعه اللي عايز يعمل انترا مدلري ما تستخدمش مسمار واحد استخدم ستاك بين تكنيك استخدم مسمارين مع بعض مسمارين جوه المدلري كافيتي فبحيث ان المسمار يجي العظمه تلف المسمار المسمارين مع بعض هيمنعوا الحركه بتاعت. لكن مسمار واحد دائري هيخلي ايه فرصه ان العظمه يحصل لها روتيشن انستابيليتي تمام كده بالنسبه للواير الواير مقاسات ولا هو مقاس واحد لا مقاسات طبعا طب بالنسبه للكلاب مقاسات طبعا والقطط بستخدم قد ايه والكلاب بستخدم مقاس ايه القطط ممكن استخدم الواير النص وده بابره الكلاب ممكن استخدم 1.2 اللي هو الواير مش الكي واير لان في فرق ما بين الواير والكي واير الفرق عشان استخدم في الكلاب 1.2 الكي واير عامل زي الامتى انا معايا كل العده دي والله طبعا عشان اقعد اطلع والخرج معلش انا تعبك شويه لا يا باشا بنروح لبتوع المستلزمات بنبقى عاملين زي الهنود بالظبط مش يعني خايفين نتكلم اهو يا باشا ده 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 واحد الجبس اهي بس جايبها لكم من غير الرج لا اللي هو الجبس الالوان اهو تمام اهو تمام تمام كده ودي السكارلا اهي تمام راس كلب اهي عايزين العده اهي ما اللي يطلع معايا اجيبه لك ودي التابية اهي تمام عامل لك ايه بس اكتر من كده اهو ده الكي واير الكي واير زيه زي الانترا مدلري بين بس مقاساته بتبقى اقل يعني هو مسمار مستقيم اهو مسمار مستقيم بس حجمه صغير اقل من 3 تمام كده واكتر من اوله معايا بيبدا 8/10 ده بقول عليه كي واير لا انا قصدي كده على الواير انا قصدي كده على الواير بقى الواير بقى بيبقى زي ده بالظبط بس ايه بكره بتشتري بكره ده مقاسات الواير اشتري بكره التاني واير ده كي واير التاني اسمه الواير الواير, الواير, الواير مش موجود بقى هنا الواير بقى في العياده الواير سلك عادي بكره سلك عادي مقاساته يا دكتور ايه بقى؟ ما انا قلت لحضرتك مقاساته يا دكتور من اول 4/10 من اول 4/10 لغايه 2 من اول 4/10 لغايه مقاس 2 تمام وانت لو عايز تستخدم في الكلاب افضل مقاس 1.2 او 1 بالنسبه للقطط افضل مقاس نص تمام طب اخر حاجه دكتور في الفيمر هيد سيكشن انا لو ما قفلتش الكبسول كويس او انا مش معرفتش اوصل له او ما قفلت بيحصل مشكله طبعا العظمه بتبقى متحركه بعيدا عن الجسم بتاع الحيوان لازم الكبسول تتقفل مظبوط عشان هي اللي تعمل فولس جوينت الكبسول لازم تتقفل مظبوط عشان هي اللي انا ممكن اقفلها لو انا مش عارف اوصلها كويس ممكن اقفلها مع المصل ولا لازم تبقى سيبريت يعني ممكن ما هو عادي حتى لو حضرتك قفلتها مع المصل اهم حاجه ان انت تاخد شفتها حتى لو هتاخدها مع العضلات يعني انت ممكن تاخد الشفه بتاعتها حتى لو تاخدها مع العضلات عادي تمام طب كده تمام يا دكتور شكرا تحت امرك معانا دكتورة فاطمة عليكم يا دكتور اولا ربنا يجزيك خير يا رب ويكرمك ربنا يبارك فيك ثانيا بس انا حابه اسال عن حاجتين اول حاجه بالنسبه لاستعمال السلك في الهيلينج بتاع المانديبل وكده ازاي اخلي بالي انا مثلا ما اذيش العصب وانا حضرتك بتقول ان احنا بنعديها كده من تحت الجلد وبنفتح فتحه بالمشرط من تحت طب ازاي اخلي بالي ان انا ما اذيش اي عصب فين العصب اللي انا مش عارفه مفيش لا ده جوه الحته اللي انا بقفل فيها دي خالص نعم؟ مفيش فيها اي حاجه الحته اللي حضرتك بتعدي فيها دي مش فيها اي حاجه مفيش فيها اي حاجه الحته اللي انا بتكلم عليها مفيش فيها اي حاجه نهائي مفيش فيها اي حاجه هتقابلك انا بدخل من تحت الجزء من الداخل فمفيش عصب هنا حتى مفيش بلاد فيزلز البلاد فيزلز منتهي فوق البلاد فيزلز الخارجي منتهي فوق هنا البلاد فيزلز معظمها داخليه فمفيش فيها مشكله خالص
هو انا انا بشتغل بعد اوكي يعني انا بشتغل بعد الدروس وقبل النيب، يعني هي دي المنطقه اللي انا بشتغل فيها بالظبط. خلف النيب انا بالنسبه لي من بره كده خلف النيب. يعني النيب هو خلف منه ورا النيب على طول. تمام. يعني النيب هو اللي حاجزه يقع. تمام. طيب بالنسبه للحاجه الثانيه الانترا ميدالري يعني المسمار لو هو في منطقه الفيمر وتثبت يعني وتثبت مش مظبوط مثلا او مش تثبت مش مظبوط، عارف حضرتك ممكن يحصل انه اتحرك قبل ما الفتره بتاعته تخلص. يعني هي كان في حاله انا شفتها ان المسمار بعد اسبوع اتحرك، هي الحاله دي ما كانتش معايا اصلا، فالقطة رجعت رجلها المقاس مش مظبوط. المقاس مش مظبوط عشان كده اتحرك. المقاس طيب. بتاع المسمار مش مظبوط عشان كده احنا بنقول بنقيس من جوه لجوه، ولازم المسمار بتاعي تقريبا نفس حجم المدلل كافيتي، والافضل زي ما قلت لحضرتك ان انا استخدم استاجبن تكنيك. يعني انا محتاج انترا مدلل بين مقاس 3 مثلا، استخدم 1.5 1.5 كوير 1.5 1.5 والاثنين يدخلوا مع بعض. لما الاثنين يدخلوا مع بعض ده بيمنع الروتيشن ان ستابيليتي، وفي نفس الوقت ببقى واقف معشق جوه المدلل الكافيتي بتاع الحيوان، فما بيديش فرصه ان هو يخرج منه بسهوله. وفي بعض الاحيان في بعض الناس بتسيب راس المسمار خارجيه، فده بيؤدي ان الحيوان مع الحركه بيحاول يخرج المسمار من مكانه. غطس المسمار وخد فوق غرزه بالجلد، ولما تيجي تشيله افتح الغرزه بتاعتك واسحبه. تمام يا دكتور. طب هو معلش انا هسال حضرتك الحاله دي، الحاله دي بعد ما حد يعني عملها وكده بعد اسبوع او 10 ايام المسمار فك، يعني الحد اللي كانوا هما متابعين معايا الحاله وكده قال لهم خلاص كده مش مشكله هي كده تقريبا لحمت، بس المكان فضل فتره متورم وقال لهم كده خلاص. مستحيل مستحيل بعد 10 ايام يكون حصل هيلين، مستحيل. هو هي الاكسريلي يقول الاكسريلي يقول لا 10 ايام ما لحمتش، 10 ايام ما زال ده سوفت كلس. سوفت كلس 10 ايام ده سوفت كلس فورميشن، والعظمه بتاع الفيمر من العظم اللي بيحصل فيه اوفررايدنج، يعني العظم بيركب فوق بعضه في حاله الكسر بتاع الفيمر بالذات، العظمتين بيركبوا فوق بعض. فعشان كده دي ملهاش حل غير تثبيت داخلي. طالما حصل ريليز المسمار مفيش حاجه اسمها ان حصل هيلنج، لازم اعمل اكس راي. طب هي الحاله دي يا دكتور فضلت القطه حوالي اسبوع او 10 ايام بعد القصه دي، الرجل والمه جدا ما كنتش قادره تدوس عليها، مشينا على ماكسيديز وحاجات تانية بدات ها شويه بتتحرك عليها، بس طبعا حركتها مش مظبوطه خالص، فهو كده اصلا ده حركه عاجزه. نعم ده حركه عاجزه، والرجل دي حركه عجز، يعني هي الرجل بقت عاجزه، يعني هتلاقي اصلا منطقه العضلات اللي حوالين عظمه الفيمر حصل لها اطرف بالكامل، لان العظمتين لاي سايد باي سايد، العظمتين بقوا راكبين فوق بعض، فالعظم ده ضغط على العضلات اللي حواليه وبدا في الاول تورم، مع العلاج بدا يحصل لها عضله اطرفي، والرجل طولها هيبقى يقل. يعني دي كده الرجل دي يا دكتور هي اطرفي خلاص، يعني دي ما تقريبا ما فيهاش حل غير ان هي اتعمل لها بقى سيرجري. نعم القطط هتتحرك بثلاث رجول ما فيش مشكله، وتسند على دي مع الوقت هتسند عليها، بس مش هتبقى الحركه بتاعتها الطبيعيه. تمام يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تحت امرك. تحت امرك. شكرا دكتور فضل. دكتور عبد الرحمن اتفضل. لو سمحت يا دكتور انا يعني عايز اسال سؤال، لما بنيجي ندخل الانترامدولاري فيكشن، لما بنيجي ندخل المسمار الانترامدولاري بندخله في دايركشن ازاي؟ يعني حضرتك بتقول العظمه مكسوره من النص، انت شايفه العظمه مكسوره من المنتصف اهي، اللي فوق ده ابر فراجمنت، اللي فوق ده ابر فراجمنت، واللي تحت لور فراجمنت. انا هاجي في الابر فراجمنت كده في النص اللي فوق ده وادخل بالمسمار بتاعي واطلعه بره بعيد عن المفصل، تمام كده. بعد ما خرجت المسمار تماما ارجع العظمتين في وش بعض، وبعدين اخلي الاسيستنت يزق المسمار من فوق. يعني اول حركه ليا داخل المسمار بقول عليها ريتروجريد، يعني بدخل فراجمنت اللي فوق بس، وبعد ما دخلت الفراجمنت اللي فوق اخلي في منطقه الكسر ومفيش مسامير ظاهره، اطلع المسمار اسحبه ورا شويه، وبعدين اجيب العظمتين في وش بعض وارجع ازقه لتحت مره ثانيه. واصلك كده؟ ماشي تمام.
بس يعني انا بدخل المسمار يعني لو هي في عظمه الفيمر بدخل المسمار من فوق من عند الهيب جوينت ولا من عند الاستايبل؟ لا يا دكتور، المسمار من مكان الجرح، المسمار من منتصف العظمه، المسمار من نص العظمه، المسمار من المنتصف. تمام، ببعد عن اصلا ببعد عن رقبه العظمه نفسها. لا هو المسمار طبيعي، لو انت جبت عظمه الفيمر كده المسمار طبيعي مع الزق هيخرج لك راس العظمه بتاعه الفيمر بره الموضوع اصلا. راس العظمه بتاعه الفيمر غصانه بالسوكت، فلما يجي يطلع هيطلع ما بين الهيد بتاع العظمه وبين الجريتر كروكانتر، وده مكانه الطبيعي. انا مش محتاج ان انا اوجه المسمار يمين ولا شمال، انا بطلعته الطبيعيه هيطلع لك المكان ده، وده بعيد تماما عن المفصل. تمام كده؟ تمام. يكون لي مقاس او حاجه؟ طبعا، ما احنا اتفقنا ان سمير الانترا مدلري بقيس المدلري كافيتي من الانر كورتكس للانر كورتكس، وابدا استخدم المقاسات بتاعتي المختلفه. مش قلنا اللي اكتر من 3 بقول عليه انترا مدلري بين، اللي اقل من 3 بقول عليه كواير. طب الكواير ينفع انترا مدلري؟ طبعا، لان القطط كلها تقريبا هستخدم لها كواير، لان حجم المدلري كافيتي بتاعها قليل. تمام. انا واللينس بتاع المسمار ذات نفسه، اللينس طبعا بيبقى اطول من طول العظمه وبقطع الباقي. طول المسمار اطول من طول العظمه وبقطع الباقي منه، الزياده منه بقطعها. الجزء اللي بيفضل ريميننج بعد ما بقطعه دوت، سواء من الواير او من المسمار، ما بيعملش اي اريتيشن او يعمل انجري او اي حاجه خالص ولا في اي مشكله خالص؟ ما هي حضرتك بتدور على الاريتيشن عظمه مكسوره، فالاهم بالنسبه لي عمليه الهيلينج بتاع البون. الجزء بتاع الاريتيشن حتى في بعض الاحيان لو عمل التهاب للسوفت تيشو ده حاجه بسيطه جدا، وبعد ما المسمار بتشال بترجع لوضعها الطبيعي. تمام، شكرا. تحت امرك. شكرا يا دكتوره. معانا دكتور بتول، اتفضلي. دكتورة بتول اتفضلي. الو الو، اي اتفضل اتفضل يا دكتور. تسمعنا يا دكتور؟ دكتور بتول، واضح ان هو عنده مشكلة في الصوت. سمعنا يا دكتور ولا ايه؟ الو الو، تقريبا الصوت عنده فيه مشكلة يا دكتور تقريبا. لا خلاص، لو عنده استفسار بعد كده انا في المحاضره الجايه اقول له ان شاء الله مفيش مشكله. في دكتور احمد محمد، اتفضل يا دكتور احمد. دكتور احمد اتفضل. طيب، واضح ان في ناس عندها مشكله في الصوت. عموما بشكر حضرتك يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا دكتور، ربنا يديك الصحه. شكرا جدا ليك ورزقك على المحاضره الجميله دي. رب الناس تكون استفادت ويكون لقاء متميز يعني. جدا جدا، الحمد لله. بنشكر حضرتك ونشكر الزملاء كلهم. انا حاطط لكم دلوقتي لينك البوست على البيج بتاعتنا عشان تقولوا الفيدباك عن المحاضره عليه، ونفس البوست ده اللينك بتاعه حطيته على جروبات الواتساب والتليجرام، اتمنى تدخلوا عليه تقولوا رأيكم والفيدباك بتاعكم. ونشكر فيه دكتورنا العزيز دكتور عبد الحليم على المحاضرة الجميلة. وما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وتعملوا انفيتيشن لكل زمايلكم ان هم يعملوا لايك للبيج، وتدخلوا على البيج تلاقي فيه كوميونيتي فيها انفايت فريندز، تبقى تدوسوا انفايت هيبعت انفيتيشن لكل زمايلكم عشان يعملوا لايك للبيج عشان يتابعوا معانا كل جديد ان شاء الله. شكرا تاني ليك حضرتك يا دكتور مره تانيه، وان شاء الله على وعد كده يبقى في سلسله محاضرات ان شاء الله مع حضرتك في نفس السياق ان شاء الله، بحيث توصل اكبر عدد ممكن من زمايلنا.
كان معاكم دكتور محمد اشرف، كان معاكم ازاي احفظ الفيديو. بيبقى عندك سيف يا دكتور ايمان بعد ما خلصت التسجيل، دوسي سيف عادي هو بيتحفظ لوحده. شوف انت عايزه تعمل له سيف بقى فين في اللابتوب عندك. ونشكر دكتور عبد الحليم، نشكر زمايلنا كلهم. كان معاكم دكتور محمد اشرف، دكتور محمد نبيل، ويوم جديد وبنار جديد. نشوفكم بكره على خير، ومحاضره جديده وبنار جديد من فيتس اونلاين اكاديمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور عبد الحليم. السلام، في رعاية الله، ألف سلام، ألف سلام.